صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، كل سنة وانت طيبة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 3 يوليو، طبعا يوم فارق في حياة الشعب المصري كله، يوم مش هنقدر ننساه، مش هنقدر ننسى حكاياته وتفاصيله. 10 سنين مروا على اليوم ده ولسه فاكرين كل حاجة حصلت فيه. يمكن طبعا الأبرز في هذا اليوم حالة الترقب اللي كلنا عشناها وإحنا موجودين في الشوارع وبنسمع بيان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها لما قال بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن بمقدورها أن تصم أذنها عن نداء الشعب المصري الذي استدعى دورها الوطني. في اللحظة دي يا بسنت إحنا هدينا واطمنا حقيقي. يعني الشعب المصري كله وجموع الشعب المصري كان بينادي بنزول الجيش ويعني وضع خارطة الطريق بقى لمصر ونهي حالة الصراع اللي كانت موجودة. وفي الحقيقة البيان ده أعلن انتصار الشعب وإرادته على حكم جماعة الإخوان الإرهابية. البيان اللي رجع لنا مصر مرة تانية ورجع لنا كرامتنا وهيبتنا قدام العالم كله. احنا شفنا كنا فين والنهاردة مصر وسط العالم كله بقت فين. البيان اللي أنقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية ورسم خريطة الطريق لمصر، خريطة الطريق شايفين نتائجها النهاردة بعد 10 سنين من الاستقرار والبناء والتنمية. النهاردة قادرين نشوف مجتمع متماسك، مجتمع قوي، مجتمع قادر أنه هو يواجه التحديات اللي بتقابله، لأنه التحديات مش هتخلص وأهل الشر مش هيخلصوا، لكن إحنا بجموع ووعي الشعب المصري مترابطين ليوم الدين بإذن الله. مجتمع لا يقصي أحدا من أبنائه ولا طياراته. النهاردة شايفين تمكين الشباب، شايفين مشاركة الشباب في الحياة السياسية، قادرين نشوف ميثاق شرف إعلامي، وزي ما وعد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في هذا البيان ميثاق شرف إعلامي يضمن حرية الإعلام، تمكين ودمج الشباب مرة تانية في مؤسسات الدولة المختلفة ليكونوا شركاء في القرار وفي الحياة السياسية. شاذلي، شفنا نتائج هذا البيان بعد 9 سنوات من البناء والتنمية. عشان كده دايما بنقول إنه زي ما كان اليوم ده هو شهادة ميلاد لبلدنا وجمهوريتنا الجديدة، اليوم ده كمان كتب فيه المصريين شهادة وفاة للجماعة الإرهابية واللي حاولت بكل الطرق أن هي تسقط الدولة المصرية تحت بقى مزاعم في باطنها طبعا سقوط مصر. الجميل ان احنا بنشوف المصريين يمكن مختلفين في حاجات صغيرة، لكن اليوم ما يجي الموضوع اللي قرارهم وهم عايزين ايه، بنشوف انحياز المصريين لهويتهم ضد قوى الشر، انحياز المصريين لتصحيح المسار وانتشال مصر من الضياع. وده بعد فترة مريرة عشناها مع جماعات العنف والتطرف. شفنا التهديدات اللي تعرض ليها الشعب المصري كان عامل ازاي. بيان 3 يوليو اللي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت كان استشعار للقوات المسلحة بالخطر اللي بيواجه البلد، عشان كده كان لازم يكون في تدخل وانحياز لإرادة الشعب، وقد كان يا شاذلي. واحنا كمان استشعرنا كلنا في هذا التوقيت انه الشعب والجيش في رباط الى يوم الدين. بعد هذا البيان، بيان 3 يوليو، رجع الروح مرة تانية
للشعب المصري بكل أطيافه، رجع مصر بمشروعاتها التنموية الكبرى، رجع مكانة مصر كمان بين الدول، أنقذ مصر من مصير دول كتيرة في المنطقة، وبدأنا نشوف نهضة صناعية ونهضة عمرانية ونهضة حقيقية في كل المجالات. كل سنة وكل شعب مصر طيب وبخير. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا شرف، نتعرف منها على اخبار الطقس النهارده في القاهره والمحافظات، وطبعا نقولها كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه يا دينا. كل سنه وانت طيبه. بس انت كل سنه وانت طيبه يا شادي، وصباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. وزي فعلا ما اتكلمت يا شادلي انت وبسنت، النهارده احنا بنحتفل بذكرى العاشره لبيان 3 يوليو 2013 واللي كان بمثابه طوق نجاه للدوله المصريه واستجابه لمطالب ملايين المصريين اللي خرجوا في جميع ميادين مصر للخلاص من الجماعه الارهابيه. كمان عايز اقول ان التاريخ هيقف امام البيان اللي اعلنه وقتها الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في اعقاب ثوره 30 يونيو، وكان من اجل اعلاء مصلحه الشعب المصري وتحقيق رغباتي واهداف ثورتي في اصدق تعبير على انحياز الجيش لصوت ملايين المصريين. بيان 3 يوليو 2013 هو بالفعل اعاد الروح لجموع الشعب المصري وطمأن كل الناس ان الجيش بيقوم بدوره على اكمل وجه وهيحمي مصر وهيقف وراء مطالب الشعب، وان حالة التلاحم الوطني بين الجيش والشرطة والشعب المصري كانت هي السبب الرئيسي في نجاح ثورة 30 يونيو. كل سنة ومصر في تقدم وخير وامن وامان، وكل المصريين بخير دايما يا رب. خلونا دلوقتي ناخدكم بقى في جولة سريعة عن أحوال الطقس. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هيشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، هيسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، هيكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ده مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا، ده اللي هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة. وزارة الداخلية وزعت مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة استمرارا لدورها المجتمعي. مصر للطيران سيرت 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن. كمان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أكدت نجاح تاني عملية تموين سفن ببناء غرب بورسعيد، وتفاصيل أكتر نستعرضها مع بعض بالتفصيل في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن وزارة الداخلية قامت بتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة استمراراً لدورها المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. امبارح سيرت مصر للطيران 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 9 رحلات جدة القاهرة، 5 رحلات المدينة القاهرة، وده لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل. امبارح أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، والتانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية، وبكده تدخل خدمة تموين السفن حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد عملية تموين سفينة البضائع العامة، وبكده تدخل خدمة تموين السفن حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد عملية تموين سفينة البضائع العامة فالنسيا إيجل بميناء شرق بورسعيد مؤخراً. وعملية تموين السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، وتم اتباع كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقاً للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن. أما
بخصوص أخبار المحافظات، فشهدت مجموعة من الأحداث واللي كان أبرزها إنشاء مبنى للكلى بمستشفى العريش العام بتكلفة بتصل ل 170 مليون جنيه وتمويل 4305 مشروع بتكلفة بتصل ل 674 مليون جنيه، 674 مليون جنيه في محافظات أو محافظة القليوبية. كمان مطار مرسى علم الدولي استقبل 21 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية، وإنشاء وتطوير 19 مكتب بريد بالحسينية بنسبة تنفيذ 74%، ده طبعا ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية. وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة شمال سيناء هتشهد إنشاء مبنى للكلى بمستشفى العريش العام بتكلفة تصل ل 170 مليون جنيه، وبيتكون المبنى من أربع طوابق بتضم أربع غرف عناية مركزة وغرفة عزل كاملة الخدمات ووحدة معالجة وقاعات متخصصة ومكان مخصص لمرضى الفيروسات بي وسي ونيجاتيف، وده وفقاً للكود الطبي، كما يحتوي على 85 ماكينة لغسيل الكلى و85 سرير. محافظة القليوبية أكدت أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بلغ 4305 مشروع بإجمالي تكلفة 674 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة، وتم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 129 رحلة طيران بيستقبلها المطار بداية من السبت وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وده يتم مع تطبيق الإجراءات اللازمة لركاب الوافدين. يشهد مركز الحسينية في محافظة الشرقية إنشاء وتطوير 19 مكتب بريد، تم الانتهاء من 13 مكتب وجاري تنفيذ مكتبين وأربع مكاتب جاري إدراجها، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 74%، ويبلغ إجمالي المشروعات المنفذة داخل 41 قرية بمركز الحسينية بالشرقية 894 مشروع ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية قرى الريف المصري. أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر شهدت عودة تحليق رحلات البالون بعد توقفها على مدار يومين نتيجة سوء الأحوال الجوية فجراً، وخرجت 30 رحلة بالون على متنها 600 سائح من حول العالم وسط أجواء من الفرحة والبهجة بعودة الرحلات للتحليق من جديد. جامعة المنوفية أعلنت أنها تسعى في المرحلة القادمة لتحويل قسم علاج الأورام ومستشفى علاج الأورام لمعهد قومي للأورام أو كلية مستقلة، ووافق مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إنشاء معهد الأورام القومي بالجامعة والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع. محافظة المنيا أعلنت عن ذبح 174 رأس ماشية كأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية والطب البيطري خلال أيام عيد الأضحى ضمن حملة صك الأضحية. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة أطلقت حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع اتحاد شباب البحيرة ومديرية الصحة والسكان تحت شعار نقطة دم تساوي حياة، وده حتى 28 يوليو الجاري، وبيتم التنفيذ في 6 مراكز شباب وهيئة رياضية على مستوى المحافظة لضمان وصول المبادرة لعدد كبير من القرى والمدن اللي بتخدم المواطن البحراوي وتوفر له خدمة بنوك الدم على مستوى المحافظة. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم لقاء مع الكاتبة والباحثة النسوية الأستاذة شيماء طنطاوي على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني واللي أجرت الحوار الزميلة هبة حسين. هو من أبرز الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها وحابة أتكلم عنها كمان هي إنه الناس كلها بتتكلم عن العنف الأسري على إنه مجرد العنف اللي بيحصل بين الزوجين فقط أو العنف الزواجي، بس في الحقيقة هو العنف الأسري مش بس العنف اللي بيحصل بين الزوجين فقط، العنف الأسري هو العنف اللي بيقع جوه نطاق الأسرة سواء كانت الأسرة الصغيرة أو الأسرة الممتدة أو بين الزوجين. فاحنا بنلاقي أشكال مختلفة من العنف موجودة جوه العنف الأسري زي العنف اللي بيحصل من الأب أو من الأم أو من الأخ أو من العم أو من الخال أو من الأهل، أي مش زوج وزوجة فقط، مش بس زوج وزوجة، بالعكس كمان الأطفال والطفلات اللي بيتعرضوا للعنف الأسري مشكلتهم بتكون أكبر لأنه الصدمة النفسية في الوقت ده والصدمة الجسدية بتكون أقوى وتأثيرها على النفس وعلى الجسد بيكون أقوى جداً، وفي نفس الوقت هم أطفال ما لهمش ملجأ، ما
ما لهمش مكان يروحوه، هو المفروض ان هم بيحصلوا على الحمايه والامان من الاسره، فان هم يتعرضوا من مصدر الحمايه والامان بتاعهم لعنف ده بيبقى قاسي جدا. بتبقى تجربه قاسيه في مراحل عمريه صغيره. ده حقيقي، ده حقيقي، بتبقى تجربه قاسيه جدا وتاثيراتها بتبقى عنيفه جدا، فدي حاجه مهم ان احنا نتكلم عنها. احنا مش بنتكلم بس عن جسدتي ازاي في الادب والكتابات الخاصه بيكي لانها خاصه بالمراه، جسدتي ازاي المشكلات اللي بتعاني منها المراه؟ انا كتبت او بكتب في حاجات ليها علاقه بمقالات الراي والابحاث اكتر من الادب، بس عموما اتكلمت عن المشكلات زي تشويه الاعضاء التناسليه للنساء في سن مبكر، اتكلمت عن مشكلات ليها علاقه بحريه الحركه، انه ازاي الفتيات سواء قبل سن 18 سنه او بعد سن 18 سنه حتى لحد 21 وما فوق بيتمنعوا من اختيار التعليم، بيتمنعوا من العمل في احيان كثيره، بيتمنعوا من حريه اختيار الشكل او الملبس. طبعا مشكله ختان الاناث او تشويه الاعضاء التناسليه القانون بيجرمها دلوقتي، بس احنا كمان محتاجين نتكلم على فكره العداله التعويضيه، بمعنى احنا طول الوقت بنتكلم عن العداله العقابيه وان احنا نعاقب الجناه، بس ما بنتكلمش على اعداد الستات اللي تعرضت لعنف اسري عايشين حياتهم ازاي دلوقتي بعد ما تعرضوا للعنف وبعد ما بقوا ناجيات من العنف الاسري. هل الدوله والمجتمع بيقدم لهم اي شكل من اشكال التعويض؟ هل الدوله والمجتمع بيقدم لهم اي شكل من اشكال الخدمات النفسيه او الخدمات الصحيه؟ الدعم نفسي بالظبط، او دعم معنوي مادي في رايك؟ هل طبعاً بتحتاج بعض النماذج للدعم المادي بشكل قوي؟ طبعا، يعني النساء الناجيات من العنف الاسري تحديدا مثلا من تجربه زي تجربه تشويه الاعضاء التناسليه، في دول في جنوب افريقيا وفرنسا في مستشفيات لاعاده التاهيل، اعاده التاهيل النفسي واعاده التاهيل الجسدي واعاده التاهيل الصحي. فاحنا عندنا نسبه كبيره جدا من السيدات اتعرضت لهذه التجربه، اتعرضت لهذه الجريمه. بنتكلم في معاقبه الجناه المستقبليين، بس ما بنتكلمش في العداله التعويضيه للستات اللي مرت بالتجربه القاسيه دي. الستات دي محتاجه ان هي يبقى ليها دعم، حقها على المجتمع وحقها على الدوله انه يكون ليها شكل من اشكال الدعم. صندوق دعم المراه ما بعد الطلاق وقانون الاحوال الشخصيه كان من الاشياء الحاضره والقضايا الهامه جدا اللي بتخص الاسره المصريه. ده حقيقي، ده حقيقي. متهيألي انه قانون الاحوال الشخصيه من اهم الحاجات ومن اهم المحاور اللي احنا بنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن العنف الاسري، لانه هو جزء لا يتجزأ من الموضوع. يعني احنا زي ما اتكلمنا عن العنف الاسري في نطاق الاطفال والطفلات، فاحنا بنتكلم على العنف الزواجي، والعنف الزواجي جزء كبير ومهم جدا منه هو ان احنا عندنا قانون احوال شخصيه بقاله اكتر من 100 سنه، فاحنا بنتكلم في سياق اجتماعي بقى مختلف، بنتكلم في سياق اقتصادي بقى مختلف، بيتكلم في سياق ثقافي بقى مختلف، فاحنا محتاجين نبص للسياق بتاعنا وبناء عليه نطور من القوانين بتاعتنا. يبقى عندنا قانون احوال شخصيه جديد، يبقى عندنا قانون احوال شخصيه بيبص للمراه على انها جزء مهم واساسي في المجتمع، بيبص لها على انها جزء مهم واساسي وشريك في الاسره، بيبص لها على ان هي مصدر للدخل القومي وللدخل داخل الاسره وبتعول العديد من الاسر، بتعول يعني في ستات، معظم الستات بتعول الاسر، ومعظم الستات دلوقتي بقت جزء من الدخل الاسره نفسها. فاحنا بنبص للنساء على انهم جزء من وشريك في المجتمع وفي الاسره، فمحتاجين نبص وضمان اساسي لسلامه المجتمع. طبعا طبعا، الجزء اللي احنا بنتكلم فيه عن العنف الاسري واحنا بنقول ان العنف الاسري بيأثر على جوده حياه النساء في هذا البلد، وبالتالي هو بيأثر على جوده المجتمع نفسه وبيأثر على جودة المجتمع. ماذا عن سرعة إجراءات التقاضي فيما يخص الأحوال الشخصية؟ أنا بشوف إنه في قوانين، في قوانين، بس قوانين مبعثرة. محتاجين يبقى في قانون موحد بيتكلم عن العنف ضد النساء، محتاجين إنه القانون ده مش بس مجرد إنه يبقى في قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في مصر، لا، يبقى في سياسات تحت القوانين دي، في سياسات المؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية بتتبعها. محتاجين مجتمع مدني يبقى بيشتغل على تنفيذ هذه السياسات، ويبقى بيشتغل على التوعية والتنمية،
في الحقيقة أنا بشوف أنه سرعة التدخل وسرعة التنفيذ هي مش هتتم غير بتضافر كل جهود المجتمع، مش هتتم غير بأن احنا يبقى عندنا تشريعات ويبقى عندنا سياسات ويبقى عندنا الدور بتاع المناصرة والتوعية كمان شغالين عليه، سواء كان في المؤسسات المجتمع المدني، سواء كان في المدارس، في الجامعات، في النوادي، في كل الأماكن اللي بتقدم توعية وتنمية المجتمع. فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل في الصباح حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. ونتوقع أيضا أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، ده مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة، خصوصا إن احنا شايفين إن في ارتفاع درجتين في الحرارة عن امبارح؟ بالفعل هو اليوم هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية عن الأمس بحوالي من درجة إلى درجتين. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 35 درجة مئوية، في استمرار لارتفاع نسب الرطوبة في الجو اللي هتزود أساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ونحس ال 35 لو تكون 37 أو 38 درجة مئوية خلال فترة النهار. ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. نسب الرطوبة طبعا بتختلف من محافظة لمحافظة، المناطق الساحلية بتكون أعلى رطوبة، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل. مع امتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات من بخار الميه، فبالتالي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه في الجو. عشان كده بالفعل عشان كده الطقس فتره النهار هنحس بيه طقس حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، طقس شديد الحراره في المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصه كمان ان فتره النهار هيكون في زياده لفترات طلوع اشعه الشمس بالشكل الكبير. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل انخفاض في درجات الحراره، والاجواء هتكون اجواء معتدله على اغلب انحاء الجمهوريه، لان كمان مع فترات المساء وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح هيساعد بشكل كبير على عدم احساسنا بنسب رطوبه فترات الليل وتلطيف الاجواء بشكل كبير فترات الليل. كمان فتره الصباح الباكر ما زال في تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي بتؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على الطرق. الشبوره المائيه دي هي شبوره مائيه خفيفه سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 7 8 صباحا بتبدا الرؤيه الافقيه على الطرق بتتحسن بشكل كبير بالفعل. الاجواء دي هتستمر معانا على مدار هذا الاسبوع، يعني احنا فترات النهار دايما هنحس بالطقس الحار الرطب، فمهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس. هل الارتفاع ده مستمر معانا لنهايه الاسبوع، خاصه ان احنا في ناس خلاص يعني بدات كمان انها بتصيف في بعض الاماكن الساحليه، وعايزه اعرف برضو من حضرتك حاله البحر الابيض والاحمر، الابيض المتوسط والبحر الاحمر، هل هناك في ارتفاع في نسب الامواج ولا لا؟ هو الاول الارتفاع ده ارتفاع مؤقت هيكون اليوم وغدا ان شاء الله، يعني الاثنين والثلاث، ومره اخرى درجات الحراره تعود للمعدلات، لكن هي متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع ما بين 34 الى 35، ده طبعا بالنسبه للقاهره الكبرى. المناطق الساحليه بتكون اقل درجات حراره، وكمان طبعا الارتفاع عليها هيكون النهارده، لكن باقي ايام الاسبوع ان شاء الله وخاصه
سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط الاجواء عليها هتكون اجواء مستقره، الضغط عليها هيكون حرارة في فتره النهار، خلينا نقول ان نسب الرطوبه في المناطق المطله على البحر المتوسط بتوصل ل 85% خلال فترات الليل، هي نسب الرطوبه هي العامل المهم جدا خلال الفتره دي في اغلب المناطق. حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط هتكون معتدله، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجازه، لكن زي ما دايما بننصح ناخد بالنا من فتره الظهيره والتعرض المباشر لاشعه الشمس لانها هتزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. طيب حضرتك يمكن ذكرتي ان هناك رياح، والرياح دي ممكن هتخلي الجو لطيف بالليل، هل هي هتكون محمله بالرمال والاتربه ولا لا؟ لا هي طبعا، لان معظم الكتل الهوائيه زي ما قلنا في الاول قادمه من على البحر المتوسط، مش هيكون معاها اي اتربه ورمال مصاره، فقط هتساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير. اغلب الظواهر الجويه اللي موجوده معانا مش هتاثر على اي اعمال انشطه يوميه، لكن زي ما بنقول دايما ناخد بالنا من ارتفاع نسب الرطوبه وارتفاع درجات الحراره فتره الظهيره بقدر الامكان، كمان نبقى موجودين في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدنا بشكل كبير على عدم احساس بنسب الرطوبه اللي بتبقى موجوده معانا بشكل كبير، متوقع ان هي تدريجي كمان خلال الايام المقبله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا لحاله الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 35 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 35 24، الاسكندريه 32 23، العلمين الجديده 31 23، مطروح 29 22، دمياط 32 22، بورسعيد 33 23، الاسماعيليه 37 22، السويس 36 23، العريش 32 22، كاترين 33 16، طابا 35 26، حلايب 35 29، شلاتين 37 28، شرم الشيخ 37 29، الغردقه 38 28، الفيوم 37 24، بني سويف 37 24، الوادي الجديد 41 28، اسيوط 40 25، سوهاج 40 26، قنا 40 27، الاقصر 41 27، واخيرا اسوان 42 29. بنحاول يعني نقول لحضراتكم ان درجات الحراره هتكون مرتفعه النهارده وبكره، نخلي بالنا من اوقات الظهيره ان احنا ما نتعرضش تعرض مباشر لاشعه الشمس، ونكون موجودين في اماكن جيده التهويه، ونشرب كميات كبيره من السوائل. هرجع مره ثانيه لبسنت وشاذلي علشان نكمل معاكم فقط. صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا كريم. دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي من اهمها عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة، وأخبار تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستأنف طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية امتحانات الدور الأول بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. النهاردة عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة، ويعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 حاج من مطار جدة إلى القاهرة. النهاردة هتبدأ وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين بمحافظات الجمهورية. كلنا عارفين أن التكنولوجيا هي من أهم ركائز الصناعة في العالم كله. مصر اتخذت خطوات جادة لمواكبة التطور التكنولوجي اللي العالم كله بيواجبه دلوقتي باعتباره من الدعائم الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري وخفض واردات الأجهزة الإلكترونية. عشان كده تم إطلاق مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، هي مبادرة طبعا رئاسية تم إطلاقها لوضع صناعة الإلكترونيات كواحدة من الدعائم الرئيسية لنمو في الاقتصاد المصري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من سياق هذا التقرير اللي عمله زميلنا رامي محمد. صباح الخير على حضراتكم، تحياتي لكم من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، موقع جزء من استراتيجية مصر الرقمية بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من شباب الخريجين وأيضا الطلاب في عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة والكبيرة، لتأتي مبادرة مصر تصنع إلكترونيات ك
كجزء كبير جدا وخطوة مهمة على طريق مواكبة سوق العمل وأيضا التطورات السريعة والحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتخطو مصر خطوات كبيرة في مواجهة التطور التكنولوجي وأيضا تأهيل الشباب من جميع الفئات الخاصة بهذا المجال لتواكب العالم وتقول للعالم كلمة مهمة، أننا لدينا تطور في هذا المجال ونستطيع أن نقدم خطوات كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وغير ذلك من المجالات الحديثة. تابعونا النهاردة، هنتعرف عن قرب على الورش العمل وعلى أيضا الكثير من المحاضرات والمشروعات، سواء مشروعات التخرج أو أيضا المشروعات الجديدة للكثير من الشباب. تابعونا. مبادرة مصر توسع الاجتماعيات هي مبادرة رئاسية تم إطلاقها في 2015 تحت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. المبادرة هدفها هي تحفيز صناعة الالكترونيات المصرية والتطوير والنمذجة، وطبعا رفع الكفاءة بالنسبة للإنتاج المحلي والصادرات الخارجية. طبعا جميع القطاعات تقدر تستفيد من المبادرة، من أول الطلبة لحد الخريجين لحد الباحثين والمطورين والشركات الناشئة والصناعة. المبادرة احنا عارفين، يعني عارفين سيكتور بي 5 من واحنا في اولى اتصالات كانوا بيقدموا وركشوبس واحنا شفناها وقدمنا فيها وجينا هنا واستفدنا منهم كتير. لما رحنا فرقة رابعة عرفنا ان هم ممكن يبقوا سبونسر لينا، واحنا البروجكت بتاعنا هو هيومانويد روبوت بيحاكي وظيفة للانسان حياتية، فاحنا دورنا على اكتر حاجة نقدر نطبق فيها فانكشنز، فان هو كان كجارد للفاسيليتي معينة، فالجارد لو انا داخل اي فاسيلتي بيبقى في ميتال ديتكتور وفيس ديتكشن سبيتش ريكوجنيشن ان هو يقدر يتواصل مع الانسان اللي قدامه، فانا كنت مسؤول عن الفيس ديتكشن والسبيتش ريكوجنيشن. ابتدينا الشغل على المشروع في المكان قبل ما يبدا يبقى في سيليكشن للجراديويشن بروجكت اللي هم يبقوا سبونسر ليها. واحنا شغالين وقدمنا الحمد لله تمام، المكان قبل ان هو يبقى سبونسر لينا، كملنا شغل وحاليا يعني الحمد لله كل الفانكشن اشتغلت، احنا في مرحله التقفيل دلوقتي. انا استفدت من ورشه السي ان سي، حضرت ورشه سي ان سي روتر، اتعلمت ازاي اعمل تصميم يقدر يتنفذ على مكنه السي ان سي، وازاي اطلع الجي كود واشتغلت على المكنه بشكل فعلي، وطلعنا التصميم بتاع الترابيزه وطلعنا التصميم بتاع الستاند اللابتوب. هي كانت اكسبيرينس حلوه قوي، هي اضافت لي كتير. هو انا الورك شوب بتاعتي بتتكلم عن البي سي بي، وده نوع من انواع الهاردوير ديزاين، وكان الانستراكتور بتاعنا كان هيلفول قوي، واخدنا من البدايه عشان احنا كلنا نعتبر في الليفل زيرو، فهو كان ماشي معنا ستيب باي ستيب وعلمنا كل حاجه، وعلمنا يعني ازاي الاول نديزاين وبعدين ازاي نفابريكيت وكده. فانا يعني انا كيارا استفدت قوي، معنا دلوقتي في ليفل 3 في هندسه، بس برضه يعتبر ما كانش عندي لايك اكسبيرينس، فهو فاد لي كتير قوي. هنروح مع حضراتكم لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتعتبر قلعة صناعية أو قلعة صناعة التكنولوجيا في مصر. المدينة اللي اتبنت عشان تساهم في زيادة النمو الرقمي والتفوق التكنولوجي، مدينة اتبنت لرفع قدرات التكنولوجيا في مصر والشباب وتأهلهم للبحث العلمي والتفوق في معرفة نظم التكنولوجيا الحديثة وعالم الرقمنة المتطور. مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أهم وأجدد مشروعات الدولة المصرية التي تعمل على النمو الفكري والثقافي والتفوق التكنولوجي، مشروع يتواجد به العديد من المميزات التي تجعله من أفضل المشروعات التي تمت إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة. تم إنشاء المدينة لتكون أكبر مركز بحوث وابتكار وتطور عملي في مجال التقنيات والتكنولوجيا، وتحتوي على العديد من المباني الهادفة للتطور الفكري والثقافي، ففيها تم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية، وهي أول جامعة في إفريقيا بالكامل متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الاتصالات. تستحوذ المدينة أيضاً على مبنى مخصص لتدريب الشباب على التطوير التكنولوجي بطرق متقدمة. بلغت مساحة مدينة المعرفة 250 فداناً، وتم إنشاء المدينة لتكون خاصة بمراكز البحوث والابتكار والتقدم في المجال التقني، ومن المتوقع أن توفر المدينة حوالي 500 ألف فرصة عمل. يوجد في مدينة المعرفة أيضاً شركات عالمية، ويوجد بها مراكز تدريب على التقنيات الحديثة.
كما ستساهم مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة في رؤية مصر الشاملة وخطة تحويل مصر إلى مجتمع رقمي بحسب رؤية مصر 2030 باستثمارات تزيد على 15 مليار جنيه مصري. وسيكون من شأن العاصمة الإدارية تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للابتكار والمعرفة. هذا وتعد جامعة مصر للمعلوماتية ومركز التميز للتصميم العالمي والتقنيات المساعدة ومركز الأبحاث التطبيقية بالإضافة إلى مباني الخدمات المتعددة ومبنى التحكم الرئيسي جزءاً من مدينة المعرفة. كما سيكون مركز الابتكار في الإلكترونيات أحد مراكز البحث والتطوير بها. تضم المدينة مركز إبداع للجيل الصناعي الرابع في مصر بمساحة 15,000 متر مربع، والذي يطبق مهارات الذكاء الاصطناعي ويقوم على التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع المحلي. كما تتضمن المدينة مركز ابتكار الإلكترونيات الذي سيوفر بيئة عمل متكاملة مع بنية تحتية ذكية متطورة. وسوف يقدم المركز للشركات التي تبحث قرار الانتقال للعاصمة الإدارية حوافز عديدة مثل الإعفاء لمدة 3 سنوات من رسوم إيجار المباني. ويقدم المركز أيضاً مختبرات تقنية مثل الغرف النظيفة وMEMS والجيل الصناعي الرابع وإنترنت الأشياء والروبوتات والوسائط المتعددة. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم يمكن في بداية الحلقة عن يوم 3 يوليو اللي كل الناس كانت مستنياه، هذا البيان اللي الشعب المصري بجميع أطيافه استنوه بفارغ الصبر. وخلينا نتكلم عن يمكن الصيادين بالتحديد اللي هم جزء مهم جدا من نسيج الشعب المصري. حالة من الترقب عاشها الصيادين في البرولوس عشان يشوفوا بيان 3 يوليو ويسمعوا القرارات اللي بيتضمنها من أجل إزاحة الجماعة الإرهابية عن الحكم بشكل نهائي، لحد ما صدر البيان وخرجت أو خرج كل الصيادين من المنازل احتفالا بهذا البيان والتخلص من حكم الإرهاب. وفي الوقت ده في الحقيقة هم وزعوا السمك بالمجان. طبعا كواليس وتفاصيل هذا اليوم بالنسبة للصيادين في البرولوس هيوصف لنا هذا المشهد الحاج محمد شرابي نقيب الصيادين في البرولوس اللي بنرحب بيه دلوقتي معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا ريس محمد. صباح الخير على مصر الخير وعلى مشاهدي القناة الأولى وعلى المصريين في شتى أنحاء العالم. اللهم أمين. كل سنة وانت طيب. كل عام وانتم طيبين ويعود عليكم وعلى مصر دايما الأيام بخير يا رب. اللهم أمين. حاج محمد عايزين نعرف كواليس اليوم ده لحظة إذاعة البيان. والله يعني أنت هترجعني لأحلى ذكرى في حياتي كأحد صيادين مدينة برج البرولوس بصفة خاصة وأحد صيادي مصر بصفة عامة. هذا اليوم لا ينساه المصريون. عندما أصدر البيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي لإزاحة الغمة عن الأمة، فهذا اليوم كان من أسعد أيام المصريين عندما أزاح الزعيم عبد الفتاح السيسي هذه الغمة عن الأمة وليس المصريين فقط، بما حدث من دمار وقتل وخراب من هؤلاء الناس. فالحمد لله، الحمد لله أن هذا اليوم لا ينساه الشعب المصري وخاصة أبناء مدينة برج البرولوس لما شاهدوه وما رأوه بأعينهم على أرض الواقع. احنا يمكن شفنا لقطة مميزة حصلت يمكن اتكلمت عليها دلوقتي انه انتوا قررتوا توزعوا السمك بالمجان احتفالا ببيان نهاية حكم الاخوان. كلمنا عن تفاصيل بقى اليوم ده، فاكروا ازاي؟ ايه اللي فاكروا منه؟ هل كان في اتفاق ما بينكم ان انتوا توزعوا السمك بالمجان؟ ايه اللي حصل؟ والله كنا سيادتك كمجتمع قطاع صيد كلنا قاعدين امام المقاهي كرجال. وعندما صدر بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي عمت الفرحة أرجاء مدينة برج البرولوس، وخرج الرجال والنساء وخرجت برج البرولوس عن بكرة أبيها للاحتفال بهذا اليوم. وبناء على رغبة أهالي مدينة برج البرولوس تقدمت بمذكرة لعمل مسيرة تأييد للسيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وبفضل الله تم الموافقة عليها. وكانت هذه المسيرة لم ولن
تحدث حتى الآن أشاد بها الإعلام العربي والعالمي قبل الإعلام المصري. احنا هو احنا بنفتكرها بعد 9 سنين كمان. يعني هذه المسيرة وهذا موثق في مديرية أمن كفر الشيخ. هذه المسيرة أشاد بها جميع الإعلام العربي والغربي. ولله الحمد رب العالمين. أما عن جو الاحتفال في هذا اليوم بالفعل. كان هناك بعض الصيادين في رحلة صيد عندما علموا بإزاحة هذه الغمة عن الأمة. قاموا الصيادين بتوزيع الأسماك على الأهالي وعلى بعض المرة على الطريق الدولي الذين كانوا يمرون بالسيارات لشراء الأسماك. من كانوا يبيعون الأسماك كانوا يوزعونها على السيارات والأهالي هنا داخل البيوت بعضهم البعض يوزعون الأسماك على الجيران والمعارف بدون اتفاق كده حاج محمد وجميع فئات المجتمع التي كانت موجودة في هذا اليوم. فبفضل الله سبحانه وتعالى مدينة برج البولس ضربت أروع الأمثلة وأروع الحب للوطن لما قدمته وفعلته في هذا اليوم الذي قام فيه السيد الفريق عبد الفتاح السيسي بإزاحة الغمة عن الأمة. أنا لا أقول إخوان مسلمين فلا يليق أن أنا نقول إخوان مسلمين. هؤلاء مدمرون مخربون للوطن كانوا يبيحون سفك الدماء ويحللون خراب الأوطان وحرق الأوطان وقتل الأبرياء فليس في وفهم فالإسلام ليس هذا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى عندما أصدر البيان في ذاك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي كان لنا الفرحة العارمة عظيم. في كل هذه الفرحة يا حاج محمد بالتأكيد كان بيسبقها معاناة عانيتها في هذه السنة تحديدا. عايزين نتكلم عن هذه المعاناة. بالطبع كانت هناك مش معاناة واحدة ده كانت هناك معاناة في شتى مجال الحياة وهذا ليس كلامي كصياد مصري وهذا كان موجودا على مرأة ومسمع من الجميع لا أحد ينكر ذلك. فالحمد لله رب العالمين نحن الآن في فضل ونعمة من الله فحمى الله مصر وحمى المصريين وجعل مصرنا الحبيبة. أنا عجبني كمان في كلام حضرتك حالة الوعي اللي موجودة. يعني لما حبيتوا تخرجوا بمسيرة طلبتوا ده بإذن ودي حاجة كويسة جدا يا حاج محمد. يا فندم ده بناء على طلب أهالي مدينة برج البولس وإلحاحهم لقتل الجهات المعنية بذلك وكان في بداية الأمر مرفوض فالسيد مدير الأمن آنذاك قال لي نعمل مؤتمر فقلت له يا فندم أهالي برج البولس لا يحبون لغة الخطابة ولا يحبون كلام الإنشاء ولكن أهالي مدينة برج البولس يريدون أن يعبرون عن فرحتهم بعمل مسيرة. احنا بنشكر اهالي برج البولس وبنشكر حضرتك طبعا يا حاج محمد. شكرا جزيلا للحاج محمد شرابي نقيب الصيادين في برج البولس. شكرا جزيلا ليك. دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 8 صباحا بتوقيت القاهره 5 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم. يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن. ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه. وفي أعقاب عملية القصف اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور.
المحور وحاصرت مخيم جنين. وأيضا من جانبها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. أعلن الجيش السوداني تمشيط وتنظيف معاقل قوات الدعم السريع في منطقة أم درمان شمال غرب العاصمة الخرطوم بعد أن شهدت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع. وأفادت منظمات العمل الإنساني بأن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم تستقبل أعدادا متزايدة من النازحين محذرة من خطورة الوضع في ظل الاشتباه بحالات إصابة بالحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال. أعلنت السلطات الفرنسية عن فرض حظر التجوال الليلي في 10 بلديات شمالي البلاد في إطار مساعيها لوقف أعمال العنف المستمرة منذ أيام. يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليماته للبدء بعمل متأن وطويل الأمد لفهم ما حدث في فرنسا. وكلف ماكرون خلال اجتماع طارئ مع أعضاء الحكومة الفرنسية كلف كل من وزيري الداخلية والعدل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الاضطرابات التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون إلى جانب الشرطة وعناصر الدرك لفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام. أعلنت أوكرانيا أن قواتها تخوض معارك ضارية ضد القوات الروسية التي تمكنت من التقدم في 4 مناطق على خط الجبهة شرق البلاد. وأوضحت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار إن معارك ضارية تدور في كل مكان وأن الوضع معقد في عدة جبهات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها. قالت رئيسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أماندا بيرتشارد إن المرضى يدفعون ثمن الفشل في وقف الإضرابات في الخدمة الصحية، وأضافت أن الإضراب تسبب في اضطراب كبير وسيزداد سوءا في الجولة المقبلة من الإضرابات في وقت لاحق من هذا الشهر. وواجهت الخدمة الصحية الإضراب طوال هذا العام وشارك به الأطباء والممرضات وعمال الإسعاف للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخم في بريطانيا. ورياضيا، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وفيوتشر التي جمعت بينهما في إطار مؤجلات الجولة 24 من عمر بطولة الدوري الممتاز. وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة حصل عليها بعد خوض 27 مباراة، بينما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة ولديه 58 نقطة جمعها بعد خوض 32 مواجهة. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. لسه طبعا مكملين كلامنا مع حضراتكم عن بيان 3 يونيو بالتأكيد عن ثورة 30 يونيو للجماعة الإرهابية، وقتها حاولت بشتى الطرق ترويع المصريين واستخدام العنف في كل أنحاء الجمهورية. خلونا نتعرف مع بعض على تفاصيل أكتر من الأستاذ عمرو فاروق الباحث في الحركات الإسلامية اللي منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا فندم. أهلا، صباح الخير عليك. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. ما يعني الإخوان كانوا عايزين إيه من مصر والمصريين؟ الإخوان كانوا عايزين إيه؟ هو عايز يحكمك يا يقتلك وفق عقيدة عنه أن هو الوصول إلى السلطة، وده مشروع موجود منذ حسن البنا منذ الثلاثينات، ووصولا إلى مرحلة التمكين في مرحلة ما بعد 2011 إزاحة الإخوان من السلطة ووقوف الشارع أو خروج الشارع
انتفاضا ضد سيطرة وهيمنة جماعة الإخوان على مؤسسات الدولة وعلى يعني الوضع داخل الدولة المصرية، خلى الإخوان أو أسقط النقاب عن الوجه الحقيقي للجماعة واستخدام العنف. وهنا استخدام العنف ليه أسباب برضو وفقا لعقيد، اللي هي مسألة أن كيف ينظر أو تنظر جماعة الإخوان إلى الشعب المصري. لابد أن ننظر إلى أدبيات الأدبيات الفكرية عن سيد قطب وعند حسن البنا، شايفين المجتمع إزاي، المجتمع بين قوسين مجتمع جاهلي، النظم السياسية الحاكمة هي نظم طاغوتية تطبق عليها أو يجوز قتلها وفقا ل يعني الضوابط الشرعية اللي هم بيؤمنوا بها. طيب بعد بيان 3/7 هنجد أن جماعة الإخوان خدت موقف حاد جدا من الشارع، من القوى السياسية، وده برضو راجع لرؤية عقائدية عند الجماعة، لأن هنا الجماعة توحدت مع الإسلام كشريعة أو كدين أو كعقيدة، وبدت تشوف أن اللي يخرج على سلطة الجماعة وعلى الرئيس المنتخب من داخل التنظيم ومن داخل الجماعة هو خروج على الإسلام، فحولت الخلاف السياسي داخل الدولة إلى أزمة دينية. هنا طبعا أنت عندك قواعد تنظيمية موجودة بيتم تربيتها طبعا وفقا لمجموعة من المفردات الفكرية، زي ما قلنا مسألة القضية الحاكمية أو قضية جاهلية المجتمع وضرورة الإيمان بالعمل التنظيمي والعمل المسلح واستخدام القوة من أجل بناء الدولة والوصول إلى دولة الخلافة. ويعني إحنا بنقول دايما أن حسن البنا وسيد قطب حولوا قضية الخلافة إلى قضية إلى ركن سادس من أركان الإسلام. فهنا أصبح هنا الجموع اللي موجودة داخل التنظيم أو ما يعرف بدوائر الإسلام السياسي أو دوائر الربط العام حتى اللي موجودة حوالين الجماعة وحوالين التنظيم بتؤمن بهذا المشروع. فأنت هنا عملت فتنة داخل المجتمع. هو زي ما بنقول كده أن يعني أنا بعتبر أن بيان 3/7 يعني مثلما أسقط الإخوان وشرعيتهم في السلطة داخل الدولة المصرية، أسقط النقاب والقناع التي ترتديه جماعة الإخوان فيما يخص أنها جماعة دعوية وجماعة سلمية وأنها لا توظف العنف. لا، كل ده يعني العكس حصل، جماعة دموية بالضبط. وبعدين أنت يمكن أنا بقول أن وصول الإخوان إلى السلطة حقق مجموعة من النجاحات وجه في صالح الدولة المصرية وليس العكس، لأن طول السبعين سنة اللي فاتت ما قبل 2011 هتجد أن كل الرأي العام بشكل عام كان مخدوع في جماعة الإخوان، وفكرة أن هذه الجماعة تدعو إلى الله وأن هذه الجماعة تريد حكم الشريعة وهكذا. لكن اللي حصل عكس كده، إن أو بمعنى أدق أن جيف صالح الشارع أنه شاف الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان وإزاي أن هي بتربي عناصرها وأفرادها على فكرة العنف وعلى إقصاء الآخر، وإزاي أن هي لما وصلت إلى السلطة كان هدفها الرئيسي يعني المغالبة لا المشاركة، بمعنى أن هي عايزة تسيطر على كل مؤسسات الدولة، هي المتحكم الرئيسي. فشلت أو هي لم ترغب، مش هنقول أنها فشلت، في أن تنتقل من فقه التنظيم إلى فقه الدولة، و يعني حاولت ان هي تنفذ العكس، ان هي تخلي الدوله جزء من التنظيم، فحولت او اعتبرت ان الدوله المصريه مكافاه ليها، اعتبرت ان الدوله المصريه شعبه من شعب التنظيم خاضعه لسلطه التنظيم الدولي وقرارات التنظيم الدولي. طبعا انت هنا احنا بنقول كده ان الانتفاضه اللي حصلت في 30 يونيو وخروج المصريين في الشارع دي علامة صحية أن المصريين أدركوا خطورة هذه الجماعة، خطورة ما يحدث في الشارع المصري. ويعني وخليني برضه أقول يعني نقطة تانية مهمة، يعني ماذا لو لم يفعلها الفريق عبد الفتاح السيسي واكتفى بكونه مجرد وزير في حكومة الإخوان، وبمعنى أدق ما كانش حد هيلومه على قراره، هو حر. لكن ماذا لو لم تكن المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد،
يعني بنقول كده ان هي يمكن حتى البيان ذكر في الجملة ديت ان هي بناء على المسؤولية التاريخية والمسؤولية الوطنية من قبل المؤسسة او من قبل القوات المسلحة دعمت وسندت قرار الشارع المصري. تخيل بقى لو المؤسسة ديت تخلت عن هذا الدور، كان احنا كان زماننا فين دلوقتي؟ اولا انت يعني احنا بنقول كده ان احنا ربنا ربنا حرب اهليه ده نمره واحد. انت كان زمانك دلوقتي يعني زي ما بقول كده لو ما كنتش انت على قلب رجل واحد في على مستوى المؤسسات الامنيه انت كان الوضع في حاله انشطار. احنا مش هننسى التهديدات، احنا هنحرق مصر والكنائس. ما هو التجرؤ واستخدام هذه الالفاظ وهذه المصطلحات والتعامل مع الدوله من هذا المنطلق راجع لجزء عقائدي، هو خلاص بيتعامل معاكي في دايره الخروج من الايمان والاسلام، هو شايفك في دايره الكفر. في نفس التوقيت انت خرجتي على الحاكم من وجهه نظر، يعني انت هنا مش بتعبري عن رؤيه سياسيه، انت هنا خرجتي على اطار شرعي واطار ديني هو رسمه ان انت خرجتي على سلطه الجماعه، لانه بيعتبر ان الجماعه زي ما قلنا توحدت مع الاسلام، فاي انتقاص من قدرها انتقاص من قدر الاسلام. لكن معلش خليني اقف هنا عند النقطه دي واسالك سؤال، هل دعم الشيخ احمد الطيب ساعتها والازهر ومؤسسه الازهر في ذلك الوقت، دعم لخطاب الفريق اول عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت اضعف من حجة الإخوان المتمثلة في الدين الإسلامي، وكانوا ساعتها بيقولوا إن يعني حجتهم كانت الإسلام في ذلك الوقت؟ هو مشهد أو بيان 3/7 كان مشهد ديمقراطي لأنه كان بيمثل كل رموز النخبة المصرية سواء على مستوى الكنيسة على مستوى التيار يعني المؤسسة الأزهرية على مستوى حتى الأحزاب والقوى السياسية. وعايز أقول لك إن حتى في دعوة وجهت إلى يعني محمد سعد الكتاتني باعتباره إنه رئيس حزب الحرية والعدالة، لأن البيان حتى صدر إنه لا إقصاء لأحد حقيقي. فدي جزئية مهمة جدا إن البيان صادر لم يعني ياخد ما خدش قرار او ما خدش موقف مسبق من جماعه الاخوان، هو بالعكس هو بيتعامل ان الجميع على مائده واحده وان مصلحه الدوله المصريه فوق اي اعتبار، وان تعالوا شاركوا معانا والمساله كلها احنا هنحتكم للشارع ونشوف الشارع يعني اجراء انتخابات رئاسيه مبكره واعاده انتخاب البرلمان وإعادة ترتيب المشهد وفقا لمفاهيم الدولة الوطنية والالتزام بالمعادلة السياسية الحاكمة للدولة المصرية على مدار التاريخ. طبعا الإخوان يعني خدوا المشهد في سكة تانية. مسألة بقى أن وجود الدكتور أحمد الطيب طبعا يعني هي جماعة الإخوان طول الوقت كانت بتسعى أنها تسيطر على مؤسسة الأزهر عشان تحول هذه المؤسسة الدعوية العالمية إلى مجرد يعني رقم او ايقونه في خطاب التنظيم الدولي، الا انها فشلت. وده حتى تعبير عن ان ما تفعله جماعه الاخوان خروجا عن يعني الاطار الديني الوسطي المعتدل. ودايما الازهر احنا دايما بنقول ان هو مؤسسه وسطيه معتدله، هي يعني مؤسسه اشعريه بتميل للمذهب الاشعري اكثر، بتحترم الضوابط الدولة المصرية على مدار تاريخها، لها دور وطني. يعني الأزهر الشريف طول الوقت له دور وطني. وجود الدكتور أحمد الطيب في هذا المشهد هو جزء من يعني بنسميه كده ديمقراطية المشهد اللي كانت موجودة دون إقصاء أحد. عظيم. استاذ عمرو احنا يمكن بنعرض دلوقتي برضو مجموعة من المشاهد اللي بتؤكد عنف الجماعة الإرهابية خلال هذه السنة وبعد بيان 3 يوليو. كان في أحداث إرهابية كتيرة جدا هم كانوا السبب فيها، وهم أعلنوا صراحة إن إحنا هنعمل الكلام ده. تفاصيل كتيرة لمشاهد كتيرة، اعتصام المثقفين اللي حاولوا فضوا بالقوة، أحداث الاتحادية، تفاصيل كتيرة قوي بتؤكد للجميع أن هذه الجماعة هي جماعة دموية، هي جماعة تنتهج العنف فكريا وحركيا كمان. هي يعني هي الجماعة أصلا أصدرت حتى ده كان واضح بعد بيان 3 يوليو مجموعة من الدراسات اللي هي حاولت انها تشرع بيها تحركاتها على ارض الواقع من خلال طبعا يعني انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا، يعني توظيف الايات في غير موضعها للاستدلال على تحركات الجماعه وشرعنه هذه التحركات. فهو هنا بيبدا يعمل شرعنه للعنف. ادبيات
الإخوان داخل التنظيم حتى من خلال حتى كتاب معالم في الطريق أو كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب أو بعض الرسائل الخاصة لحسن البنا، هي بتتبنى هذا النهج بشكل مباشر، وهو يعني بيخلي المجتمع بره دائرة الإيمان. يعني هو ما بيعترفش، يعني أنت متخيل أنه عنده تصنيف داخل أنت إخوان ولا انت مجرد حد عنديش فكره انت مسلم او مش مسلم، يعني لا هو عنده المعيار انت اخواني ولا لا، انت ابن التنظيم ولا لا، فهي بيحكم عليك من هذا الاطار على مختلف المستويات. فانت بره هذا الاطار يبقى انت بقى يجوز ان انت انه يتعامل معاك بالعنف. العنف لم يكن وليد لحظه التحول اللي موجوده في المشهد السياسي، ده جزء اصيل في مكونات جماعة الإخوان فيما يخص الجزء التربوي حتى أو الجزء الفكري والثقافي داخل التنظيم، يعني من خلال المعسكرات اللي بتتم والتدريبات. يمكن حتى تصريحات مهدي عاكف كان ليه إن هو إن الجماعة على استعداد أن تقدم إلى لبنان أو حزب الله 10,000 مقاتل، قال كده باللفظ مقاتل. فهنا أنت 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 معنى ذلك إن أنت عندك عناصر بتجهزها حتى على الإطار الفكري تجاه ان الدوله ان في اي وقت يعني ممكن يستخدم العنف ويستخدم القوه من اجل بناء الدوله. ودي حتى هو عنده في ادبياته حاجه اسمها القوه الضاربه او القوه المؤجله. وحسن البنا حتى في رسائله يعني عندما تحدث ان الجماعه او الاخوان سيستخدمون القوه حين لا يجدي غيرها، فمعنى ذلك انه هيلجا للعنف في الوقت المناسب. يعني الرسائل حتى سيد قطب كانت واضحة جدا في من خلال معالم في الطريق أو الوثيقة اللي هي شرعنت، ونحن بنعتبرها كده زي دستور لكل العناصر المتطرفة وكل التنظيمات المتطرفة على المستوى العالم وليس على مستوى الدولة المصرية. يمكن هو شرعن لمسألة العنف بهذا الشكل، وبنيت عدد من التنظيمات سواء في سوريا في الجزائر في المغرب، هتلاقي في عدد من التنظيمات تبنت يعني الأطر الفكرية لسيد قطب، ويعني تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. لما ترجع لكل الأدبيات الفكرية لهذه التنظيمات وحتى المراجع كلها بتستند إلى أفكار سيد قطب وأبو الأعلى المودودي، لأن دول هم أكتر اتنين شرعنوا لقضية توظيف العنف من أجل بناء الدولة المزعومة أو إقامة الخلافة. يعني بيان 3 يوليو هو نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، شئنا أم أبينا، عمل تحول، لأن زي ما قلنا احنا كنا داخلين على حالة يعني صعبة جدا، يا إما أنت عندك تقسيم مشاريع تقسيم، ودي كانت واضحة جدا فيما يعرف بخرائط الدم، والإخوان مع الأسف كانوا بيدعموا هذه المشاريع، لأن هي في النهاية دي جماعات لها دور محدد بيتم تمويلها. والدليل على ده ان انت عندك حجم الميليشيات والتنظيمات اللي كانت موجوده من 2011 لحد 2018 او 2017 ونفذت مجموعه من العمليات، سواء من ينتمي لجماعه الاخوان كجناح مسلح او بعض التنظيمات الاخرى اللي محسوبه على السلفيه الجهاديه او التيار الجهادي، هتجد هذه التنظيمات كلها الممول الرئيسي واحد ومعروفين. طيب فمعنى ذلك ان المصالح مشتركه، ومعنى ذلك يعني في اطار برضو نوع من التماهي في اطار الشبكه المتواصله بين هذه التنظيمات. يمكن مسلسل الاختيار والكتيبه 101 يعني هذه المسلسلات اللي قدمت رؤيه وطنيه ووثقت، ودي نقطه مهمه جدا، فكره التوثيق للاحداث وكشف الحقائق وتقديم المعلومات لمختلف الاجيال، لده عمل روائي موثق مبني على وقائع حقيقيه، ده انت بتقدمه طول الوقت للاجيال الجديده اللي هي ما كانتش عايشه الاحداث. يمكن احنا بنقول احنا خدنا مناعه صحيح من خلال 10 سنوات عشنا التفاصيل دي كلها كتير جدا. انت لما تشوف يعني احداث اغتيال النائب العام، احنا كلنا كنا موجودين وشفنا الاحداث بنسترجع دلوقتي الذكريات الاليمه دي مع بعض اللي يمكن مرينا بيها، وساعات بنقول الله لا يعودها ايام يعني يا رب ابدا. وخليني اسالك بقى، من انا بنتكلم عن العنف واستهداف النائب العام، كمان كانوا بيستهدفوا دايما طول الوقت رجالنا من الجيش والشرطه، ايه السبب ده؟ ما هو بيعتبر يعني كان في
الضغينة دي والحقد ده والإصرار على قتل رجالنا من الجيش والشرطة طول الوقت؟ لأن الدور اللي قامت به الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية أجهد مشروع الإخوان. عايز أقول لك إن هو مش في مصر بس على فكرة. يعني التبعات ثورة 30 يونيو إن هي أحداث التغيير في المنطقة العربية بالكامل. لأن أنت أجهدت مشروع الإخوان، ولأن سقوط الإخوان في مصر وهي المركز الرئيسي للتنظيم الدولي ولشبكة الإخوان الموجودة في المنطقة العربية، وعملية يعني خلينا نكون منطقيين، صعود الإخوان للمشهد أو إلى قمة السلطة في عدد من الدول المنطقة العربية في توقيت واحد ليس عشوائيا، وليس ما حدش يقول لي بقى دي ده أمر قدري أو حاجة جاية من قبيل الصدفة، مش صحيح. ده معناه أن المشهد تم ترتيبه، في تفاصيل موجودة. عايز أقول لك أن من ضمن الشروط أو عملية التفاوض ما بين جماعة الإخوان وبعض الضباط المخابرات أو الإدارة الأمريكية في مسألة احتواء المشهد في الشارع بعد 2011 ومسألة صعودهم إلى السلطة، كان في بعض الوثائق سربت عن مسألة يعني رغبة الإخوان في تفكيك المؤسسة العسكرية، تفكيك الأجهزة الأمنية وإعادة ترتيبها، لأن هو بيعتبر زي ما قلنا إن دي أجهزة طاغوتية هتقف حائط صد أمام مشروعه. وده اللي حصل، إن يعني وقوف هذه المؤسسات لأن هي مؤسسات لها عقيدة وطنية. يعني حتى ده كان فكرهم هم بداخل الحكم. هو طبعا هو جاي، هو كان عايز يعمل عملية إحلال أو تبديل وإحلال، وفي نفس التوقيت يعمل كيانات على غرار الحرس الثوري الإيراني تبقى تابعة لمكتب الإرشاد، أول يعني يكون انتمائها الفكري متوافق مع انتماء الجماعة ومشروع الجماعة، بتاخد قرارها من مكتب الإرشاد ومن القائمين على مكتب الإرشاد، مش مؤسسة مستقلة بذاتها، لها توازناتها الخاصة، عقيدتها عقيدة وطنية في الأساس. يعني المؤسسة، وده حتى واضح، انت حتى في أيام أو مرحلة سقوط نظام الرئيس مبارك دور المؤسسة العسكرية كان فين؟ مع الدولة، الحفاظ على الدولة، هي دي العقيدة اللي هم بتربوا عليها، فهي مؤسسة وطنية. فإحنا بنقول إن هم أدركوا خطورة هذه المؤسسات ودورها اللي موجود، عشان كده كان عايز يعمل عملية تفكيك لهذه المؤسسات بأي طريقة. وده حتى في إطار التفاوض مع الإدارة الأمريكية والترتيبات اللي كانت بتتم في المشهد في خلال هذه المرحلة. يمكن هم حاولوا يعني فكرة إن هو إحنا هنجيب وزير دفاع بنكهة الثورة، فهي الفكرة كده، هو عايز يعني يجيب شخص مصلحتنا والله يضمن ولاؤه. الحمد لله. ما أنا بقول لك هو الفكرة كلها في إيه؟ الناس مش مستوعبة مدى، يعني تخيل إن 30 يونيو دي كانت فشلت لا قدر الله، كان مصير الراجل ده هيبقى إيه؟ مصيره كده هيكون إيه؟ يعني هو تحمل مسؤولية القرار ودعم الشارع وساند غضبة المصريين وعمل على يعني أو بيان 3/7 تحديدا كان النقطة الأولى في الإطاحة بشرعية جماعة الإخوان نهائيا. هذه القرارات كانت مهمة جدا في تاريخ الدولة المصرية وفاصلة، لأن ما بعدها هناك يعني انت تخيل بقى انت دخلت في مواجهات في اطار مكافحه الارهاب كام سنه، نجحت ولا ما نجحتش؟ سينا كانت رايحه منك تماما، وتمركزات تنظيميه موجوده، اكثر من 11 تنظيم موجودين داخل سيناء، الحدود الغربيه عندك ملتهبه تماما، وتجاره السلاح كانت منتشره في هذه المنطقه، الحدود الجنوبيه كان في مساعي لاقامه بعض الخلايا، كل ده انت، وخلي بالك هم شغالين من 2011، يعني من العمليه نصر واحد ونصر اثنين وحق الشهيد واحد وحق الشهيد اثنين 2011 و2012، وبعد كده انتقلنا مرحله 2013 لما حصل تفجيرات في عمق القاهره، كل ده كانت المؤسسه العسكريه متحمله المسؤوليه الى هذه اللحظه. دلوقتي انت بره تصنيفات الدول المتضرره من الارهاب، صحيح. عملت مجموعه من برامج الحمايه المجتمعيه في الدوله، قضيت على العشوائيات، وقفت على رجليك مره اخرى، وفكره ان دوله تكون في الوقت اللي كان كله بيراهن ان انت مش هتقف على رجليك من ثورتين. التدهور الاقتصادي هيكون عامل ازاي؟ حالة التدهور السياسي والسيولة السياسية هتبقى عاملة ازاي؟ مستوى الأمن هيبقى شكله ايه؟ صحيح، انت تجاوزت كل ده،
في مرحله بسيطه جدا يعني حصل حجم المشاريع اللي موجوده على ارض الواقع سواء البنيه التحتيه او المشاريع وقامت العدد كبير من كمان المصانع. كمان ان كل الاحداث الارهابيه اللي احنا اتكلمنا عنها والعمليات الارهابيه والخراب والدمار كلنا شفنا الكلام ده سواء كنا موجودين في الشارع وقتها او روحنا فتحنا التلفزيون شفنا كل هذه الاعمال الارهابيه والخراب والدمار اللي كان موجود في هذه السنه الحمد لله ذهبوا وبلا عوده. كل الشكر لحضرتك استاذ عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا نشكرك يا فندم. ومشاهدينا هنروح لفاصل سريع ومن بعد نرجع نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معنا. لحظات حاسمة وأحداث متسارعة بدأت مع اشتعال شرارة ثورة 30 يونيو بعد ما قرر الشعب المصري القضاء نهائياً على حكم الجماعة الإرهابية لحد ما جه بيان الخلاص في 3 يوليو. الأحداث المتسارعة دي كان التلفزيون المصري بيتعامل معها بحرفية شديدة وبقرارات مهنية بدون تضليل أو انسياق وراء اللي عاوزه أو اللي عاوزاه هذه الجماعة الإرهابية. تفاصيل كتير طبعا عن كواليس اللي حصل في هذه الايام وازاي استعد التلفزيون لاذاعه هذا البيان رغم وجود الاخوان وقتها، كل ده هنعرفه من الاستاذ ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار الاسبق اثناء بيان 3 يوليو. صباح الخير عليك يا استاذ ابراهيم. اهلا صباح الخير. يا اهلا بحضرتك. حضرتك طيب وبخير يا فندم. في البدايه عايزين يعني ايه قبل البيان نتكلم شويه عن تغطيه التلفزيون لثوره 30 يونيو. ازاي استعدتوا لهذه التغطيه وايه الخطه اللي تم الاتفاق عليها حتى يتم تحقيق المهنيه والتعامل كمان بحرفيه مع هذه الاحداث المتسارعه؟ شوف حضرتك، هو احنا في من قبل 30/6 واحنا كنا متابعين تطورات الاحداث وكان صوره تقريبا متكامله امامنا، وبدانا نوزع مهام على الخدمات المختلفة تابعة لقطاع الأخبار في ذلك الوقت، بحيث أن احنا كنا بنغطي من جميع المناطق، كنا بنغطي بشكل متوازن، كنا بنعرض الرأي والرأي الآخر، وده كان يعني هو ده الالتزام المهني اللي احنا يعني قطعنا يعني أو يعني كرسنا أنفسنا من أجله. الخطة كانت زي ما بقول لحضرتك هو النزول إلى الشارع المصري، النزول إلى الميادين، نقلنا على الهواء، نقلنا التجمعات الجماهيرية في 30 يونيو، ويعني الحقيقة كانت صورة رائعة يعني حققها الشعب المصري في ذلك الوقت. طيب حابين حضرتك توصف لنا لحظة إذاعة بيان 3 يوليو، ويمكن عايزين نعرف ردود فعل المتواجدين بعد معرفة القرار الحاسم وأذاعته رسميا. هو الحقيقة يعني موضوع 3 يوليو ده بدأ من الصباح يعني مش من نفس مش لحظة إذاعة البيان. احنا كنا المعلومات اللي عندنا ان كان في اجتماع للقوى الوطنية في قصر القبة، هذا الاجتماع بعده سيكون هناك بيان. طبعا لقاء القوى الوطنية مع القيادة العامة للقوات المسلحة، والبيان كان هيلقيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. حركنا عربية إذاعة خارجية هناك، ما كناش عارفين هل هنطلع هوا ولا هنسجل، لكن في كل الأحوال كنا الخطة واضحة في ذهننا إن احنا هنضم القنوات التلفزيونية والتلفزيون المصري طبعا والشبكات الإذاعية المصرية في بث موحد، سواء كان إذاعة على الهواء أو إذاعة مسجلة. رغم أن كل الناس كانت عارفة واجباتها وهتقوم بإيه والتخطيط اللي احنا وضعناه حسب تصورنا، إلا أن كان الوقت بيمر يومها ببطء شديد. كنا يعني متوقعين أي مفاجآت لا قدر الله قد تحدث، ومع ذلك كان عندنا جلد و يعني استطعنا بحمد الله أن احنا نعدي
الفتره دي لغايه المساء. طبعا كانت الصوره اتضحت اكتر ان هيبقى البيان مسجل. اللي حصل طبعا انا وضعت خطه بالتنسيق مع رؤساء زملاء رؤساء القطاعات، وهذه الخطه استلهمتها من فيلم الطريق الى ايلات. احنا نذيع اغنيه، اولا هنطلع استرابه عاجل هنقول فيها بعض قليل بيان من القوات المسلحه، وبعدين هنطلع باغنيه نتفق عليها وهي اغنيه شاديه يا حبيبتي يا مصر. واتفقت ان اول ما تظهر في القناه الاولى، هذه القناه اللي احنا بنتحدث منها، الاغنيه دي الجميع يضم عليها. معنى كده ان البيان جاهز للاذاعه. كان في اجتماعات دائمه في العقاد في مكتب الاستاذ شكري ابو عميره، وكان هو رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون في ذلك الوقت. كان في تنسيق تام بين كل الزملاء وحماس شديد. كان بيجي لي من الاقليميات كم من الفيديوهات اللي بتصور التجمع الناس. يعني حضراتكم كان اكثر من 32 مليون مصري في الشارع وفي الميادين بيوم 3/7. اللي حصل بقى ان كان في تنسيق مع الاداره، اداره الشؤون المعنويه. عرفت ان الشريط كان في الطريق. تحركنا لاستوديو 11 وبدأنا يعني طبعا تعرفين ايامها كان الحرس الجمهوري كان مأمن الاستوديوهات ومأمن المبنى بشكل عام. جه الشريط وكنت مكلف طبعا كان مذيع نشر 9 يومها زميل عمرو الشناوي كان هو اللي قدم البيان. طلعت الاستراده زي ما اتفقنا، طلعت الاغنيه المتفقين عليها، تم الضم من المحطات الاذاعيه والتلفزيونيه والقنوات الخاصه ايضا، جميع الفضائيات المصريه. صحيح. والاكثر من كده ان كل يعني القنوات العربيه ضمت علينا، يعني كانت ملحمه اعلاميه. صحيح. كل جموع الشعب المصري يا استاذ ابراهيم كانت في انتظار هذا البيان، وزي ما حضرتك قلت مش في مصر فقط، فطبعا اذاعه هذا البيان والناس كانت منتظراه كمان في الشارع وامام شاشات التلفزيون. فاحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار الاسبق، الف شكر لحضرتك يا فندم. الحقيقه يعني كان لحظه فارقه في عمر الوطن بيمر عليها النهارده 10 سنين يوم 3 يوليو، يوم اللي اتزاحت فيه الغمه زي ما بيقولوا، وبدانا كمان في ازاله اثار الجماعه الارهابيه. هذه الغمه اللي هددت الشعب المصري وكادت ان تسرق هويته، لكن كمان كان في استهداف للثقافه والهويه والتراث، وده اللي تنبهت ليه الدوله مبكرا. خلينا نتكلم على لحظات الوطن الهامه من الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا، وكل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه. وحضرتك طيب وبخير دايما. عايزين نبدا القصه مع حضرتك من البدايه، ايه التهديدات اللي كانت بتواجه هويتنا المصريه وقوتنا الناعمه؟ لا، كان في اخطار حقيقيه منذ ان جاء الرئيس الاخواني، ومنذ ان جاءت الاخوان، واحنا نعرف جيدا موقفهم من الفن والابداع والثقافه، وهو موقف شديد العداء من السينما، من الغناء، من المسرح، من لوحه الفن التشكيلي، موقف شديد العداء وشديد الرفض لكل هذا الكلام. ومن اجل هذا تجمع المثقفين المصريين ومنعوا الوزير الاخواني من دخول الوزاره، كانوا عينوا وزير ثقافه اخواني من دخول الوزاره وممارسه عمله، وظل منعه مستمر الى ان سقط حكم الجماعه الارهابيه. وتناوب المثقفين على حمايه المبنى في شارع شجر الدر في الزمالك، مبنى وزاره الثقافه، ويعني اداروا الامور كما لو كان لا يوجد وزير
ثقافة مصري وما فيش مثقف مصري داخل القاهرة أو خارج القاهرة أو في صعيد مصر إلا وشارك في هذا العمل العظيم اللي كان دفاع عن عظمة الثقافة المصرية وأهمية الثقافة المصرية والدور الذي لعبته الثقافة المصرية في إنهاء حكم الجماعة الطاغية الباغية التي تعادي الفن والأدب والفكر والإبداع عداء مطلقا، لا يوجد فيه حلول وسط ولا أي شيء، بل هو العداء المطلق. ليه يا فندم؟ إيه السبب في ده؟ عشان هم ضد الخيال الإنساني، ضد الإبداع الإنساني، ضد البشر، ضد كل شيء جميل في الحياة، ضد الفكر كمان. ها؟ ضد التفكير، ضد عملية التفكير نفسها تماما. وبالتالي كان مهم جدا الدفاع عن مصر وعن هوية مصر وعن دور مصر وعن تاريخ مصر، وده كان جوهر اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة في شارع شجر الدر في الزمالك. كان مهم جدا جدا، وكان شرارة أساسية انطلقت منها الثورة، لأن احنا مشينا على أقدامنا من الزمالك إلى ميدان التحرير، ودي كانت نواة الثورة ونواة ما جرى ضد هؤلاء الناس ورفضهم رفضا قاطعا من اسكندرية لأسوان. امتى حسيتوا يا فندم ان الحل هو في الثورة؟ يعني امتى حسيتوا حتمية 30 يونيو؟ ماذا لو لم تكن 30 يونيو، الثقافة كان هيبقى شكلها عامل ازاي؟ لا طبعا، يعني لولا 30 يونيو ما كانش هيبقى فيه ثقافة، وما كانش هيبقى فيه دور ثقافي لمصر، وما كانش هيبقى فيه دور فكري لمصر تقود به الأمة العربية والعالم الإسلامي إلى الأمام والعالم الثالث كله. احنا أدركنا ده مبكرا جدا من قراءتنا لأدبيات هذه الجماعة وما كتبوه وما صرحوا به وما أعلنوه تماما، وهو أنهم بينهم وبين الثقافة عداء مطلق وعداء لا يقبل الحلول الوسط ولا أي شيء. والحمد لله أنه لا يقبل الحلول الوسط، لأن ده إنقاذ لمصر من مصير مجهول لم يكن أحد يدري إلى أين يمكن أن يقودنا. عظيم. أستاذ يوسف، زي ما حضرتك ذكرت فعلا أنتوا كنتوا الشرارة الأولى لقيام هذه الثورة المهمة. كلمنا بقى عن اللحظة اللي خرج فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيان وردود فعل المثقفين في هذا التوقيت. احنا بعد كده لم نكتفي بميدان التحرير، وقررنا الاتجاه الى الاتحادية. وذهبنا الى الاتحادية، قصر الاتحادية حيث مقر الرئاسة ومقر وفي ذلك الوقت مقر وزارة الدفاع. ويعني فوجئنا، وكنا متوقعين طبعا رغم المفاجأة الضخمة في بيان الرئيس الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي أنهى حكم الجماعة الطاغية الباغية، وكانت معاه رموز مصر حوله في ذلك الوقت من الكتاب ومن المفكرين ومن رموز الدينية ومن رموز المرأة المصرية. كان معاه يعني صورة تلخص مصر كلها في هذه اللحظة عندما يجتمع الكل في واحد، وعندما ينطق الفريق أول عبد الفتاح السيسي بلسان مصر وبلسان كل المصريين ضد هذه الجماعة الطاغية الباغية. ومن هنا بدأت هزيمتهم التي أصبحت مؤكدة فيما بعد. يعني إحنا النهاردة يمكن بنشوف اهتمام كبير بتوليد الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز الهوية المصرية. شايف ده إزاي عقب 30 يونيو؟ شايف الثقافة بقت عاملة إزاي والاهتمام بالثقافة المصرية؟ إحنا بنشوف دلوقتي مكتبات يمكن متجولة في جميع أنحاء الجمهورية بمحافظات مختلفة، بنتكلم على مسارح وفي محافظات الحدودية كمان. شايف ده إزاي؟ إحنا كان فيه دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كانت موجودة في صعيد مصر، يمكن ما زالت موجودة حتى الآن وتقدم عروض وتشرف على عروض تشرح للمصريين في الصعيد الجواني ماذا جرى في هذه الأيام المجيدة التي أنهت حكم جماعة الإخوان.
وده دور متوقع من الثقافة. والوزارة بتعمل ده ابتداء من الكتاب المطبوع الذي يصدر من الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ومن الثقافة الجماهيرية، ومن كل الأجهزة الثقافية التابعة للوزارة والمجلس الأعلى للثقافة، ومن المركز القومي للترجمة. عندما يصير الكل في واحد، هو ده عنوان عمل وزارة الثقافة في ذلك الوقت، وما زال مستمرا حتى الآن وبطريقة جيدة وممتازة، ويعني تخرج الشعب المصري من أزمنة إلى أزمنة، وتزيد من الوعي والوجداني المصري بالفن وبالأدب وبالفكر وبلوحة الفن التشكيلي وبالقصة وبالرواية وبالقصيدة المسرحية وبشكل جيد جدا وبشكل شبه ممتاز، وده بيتم حتى الآن وبطريقة ممتازة، رغم أنه أنا يعني حاجة تخرج عن التصديق أن مرت 10 سنوات على نهاية حكم الفئة الطاغية الباغية لمصر، وعلى اغتصابهم لحكم مصر واختطافهم لحكم مصر بطريقة غير شرعية وغير إنسانية، ووقوف كل الشعب المصري مع المثقفين ومع وقبل المثقفين قواتنا المسلحة الباسلة التي أخذت بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الأمور بيدها، وقررت تطهير البلاد من هذا الدنس ومن هذا الحكم العاجز عن فعل أي شيء. أستاذ يوسف، إحنا كمصريين بنعتز دايما بهويتنا، كان في محاولات طبعا خلال هذه الفترة لطمس هذه الهوية وسرقة الهوية المصرية، هل دلوقتي هناك تهديدات متعلقة بالهوية المصرية؟ طبعا ما زالت، لأن الجماعة الباغية الطاغية ما زالت تعمل من عواصم أوروبية، من 3 أو 4 عواصم أوروبية لن أسميها، وما زالوا يعملون ليلا ونهارا، ولا يجب أن نتصور أن القصة انتهت وأننا نتكلم عن ماضي انتهى تماما بمرور الزمن، لأن 10 سنوات في فترة زمنية طويلة جدا في عمر الوطن، لكنهم ما زالوا يعملون وما زالوا يحلمون وما زالوا يخططون، ويجب أن نكون على حذر تام ضدهم، ويجب أن نكون في حالة استنفار تام ضد ما يمكن أن يقوموا به في أي مكان من أرض مصر أو خارج مصر، لأنهم يعملون الآن خارج مصر. كل الشكر ليك يا فندم الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع دينا، تفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه. وفي أعقاب عملية القصف اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، ومن جانبها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يشعر بها الشعب الفلسطيني. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلة بوردينا إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
أعلن الجيش السوداني تمشيط وتنظيف معاقل قوات الدعم السريع في منطقة أم درمان شمال غرب العاصمة الخرطوم بعد أن شهدت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع. وفي غضون ذلك أفادت منظمات العمل الإنساني بأن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم تستقبل أعدادا متزايدة من النازحين محذرة من خطورة الوضع في ظل الاشتباه بحالات إصابة بالحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال. أعلنت السلطات الفرنسية عن فرض حظر التجوال الليلي في 10 بلديات شمالي البلاد في إطار مساعيها لوقف أعمال العنف المستمرة منذ عدة أيام. يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو تعليماته للبدء بعمل متأنٍ وطويل الأمد لفهم ما حدث في فرنسا. وكلف ماكرون خلال اجتماع طارئ مع أعضاء الحكومة الفرنسية كلف وزيري الداخلية والعدل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الاضطرابات التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون إلى جانب الشرطة وعناصر الدرك لفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام. أعلنت أوكرانيا أن قواتها تخوض معارك ضارية ضد القوات الروسية التي تمكنت من التقدم في 4 مناطق على خط الجبهة شرق البلاد. وأوضحت نائبة وزير الدفاع أن معارك ضارية تدور في كل مكان وأن الوضع معقد في عدة جبهات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها. قالت رئيسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أماندا بريتشارد إن المرضى يدفعون ثمن الفشل في وقف الإضرابات في الخدمة الصحية، وأضافت أن الإضراب يتسبب في إضطراب كبير وسيزداد سوءا في وقت لاحق من هذا الشهر. وواجهت الخدمة الصحية الإضراب طوال هذا العام وشارك به الأطباء والممرضات وعمال الأسعاف للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخم في بريطانيا. ورياضيا، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وفيوتشر التي جمعت بينهما في إطار مؤجلات الجولة 24 من عمر بطولة الدوري الممتاز. وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة حصل عليها بعد خوض 27 مباراة، بينما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة ولديه 58 نقطة جمعهما بعد خوض 32 مواجهة. ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم، لسه كلامنا طبعا مستمر عن ذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو، هذا البيان اللي حرر مصر من اهل الشر. ذكرى هذا البيان اللي استردت فيه مصر قوتها ومكانتها وحريتها، 10 سنين على هذه الذكرى الغالية جدا على مصر كلها واللي بنحتفل بيها النهارده. النهارده في الحقيقة واحنا بنحتفل بهذه الذكرى نورنا في الاستوديو طبعا الكاتب الصحفي الكبير دكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ. أهلا بك يا فندم، سعداء جدا بوجودك معنا. صباح الخير لحضرتك، صحتك طيبة، كل سنة طيبين. في ذلك الوقت وحضرتك طيب ألف خير، في ذلك الوقت حضرتك كنت أحد مسؤولي جريدة الوطن، استقبلت إزاي البيان ووجهة نظرك أنت كيف كانت مصر قبل البيان وبعده؟ يعني طبعا مصر قبل البيان كانت متأهبة ومنتظرة وعندها أمل وعندها رصيد كبير من الرفض الإخواني، من رفض الإخوان. وانا بالصدفه لسه امبارح انت عارفه الفيسبوك بيجيب الذكريات كده، فكنت كاتب ان الساعات القادمه ستحدد اما ان تضيع مصر للابد ام نحتفل بالذكرى هذه للابد ايضا. فاما ان تضيع مصر او نحتفل بهذه الذكرى، فالحمد لله ان ربنا كرمنا وبقينا نحتفل بهذه الذكرى، لان فعلا مصر كانت على يعني كان في برضه هذا السيناريو
الناس كانت بتطرحه ان احنا ممكن كنا نضيع، ممكن كان يحصل يعني اقتتال، ممكن يحصل حرب اهليه، ممكن يحصل، وخاصه احنا مع تنظيم مش تنظيم سياسي ولا هو تنظيم ديني من وجهه نظري، هو تنظيم يستخدم السياسه والدين لكنه تنظيم ارهابي بجداره. واحنا شفنا اللي عملوه بعد 3/7، فكان يوميها منتظرين البيان والناس كلها مش عارفه، ما حدش كان متخيل، لان حتى بعد كده اتقال لنا ان حصلت مناقشات في الاجتماع بتاع 3/7 هل يجرى انتخابات مبكره ام يمشي مرسي نهائيا. ده كان محل جدل، والشباب كانوا متمسكين انه لازم يمشي نهائيا، شباب تبرع. فما حدش يقدر يقول ان هو كان عنده علم بشيء. وحتى الرئيس في مره من المرات اتكلم ان البيان لم يتطرق الى الاخوان، لم ياخذ بينهم موقف، بل بالعكس اللي انا عارفه ان الاخوان دعيوا بعد كده ودعيوا في هذا الاجتماع ودعيوا في اجتماعات اخرى للحضور وللمشاركه والحضور، لكن هم ابوا لان هم كانوا مرتبطين بأجندة خارجية. كان هم في وقت من الأوقات من وجهة نظري الإخوان أدركوا أن هم رهانهم على الشعب خاسر، فكان رهانهم على الخارج أن هم يبينوا أن في انقلاب أو يحاولوا يبينوا أن في انقلاب أو غير ذلك. وبدليل أن لما حصلت أحداث الحرس الجمهوري، حاجة غريبة جدا، أنت في مصر بتحصل أحداث فيطلع ناس من نقابة الأطباء يطلعوا يعملوا مؤتمر بالإنجليزي عشان يشرحوا إيه اللي حصل. طب انت بتخاطب مين بالانجليزي؟ بره. انت بتخاطب بره. وانا قلت قريب ان كان في تقرير طلعته الحكومه البريطانيه سنه 2015 من ضمن ضد الاخوان، وكان المفروض يكملوا عليه، ما اعرفش ما كملوش عليه ليه. فمن ضمن الحاجات المآخذ اللي واخدينها على الاخوان ان خطابهم بالانجليزي باللغه الانجليزيه خير خطابهم باللغه العربيه. يعني عصام الحداد كان يكتب حاجات باللغه الانجليزيه بيانات غير خطاباتهم، يعني خطاباتهم باللغه العربيه تهديد ووعيد، وخطابهم باللغه الانجليزيه ناس بتوع ديمقراطيه ورؤاء يعني عندهم رقه او مظلومين وغير ذلك. طيب لكن هي كانت فتره بكل تاكيد صعبه، وزي ما حضرتك ذكرت شعارات بيستخدموا هذه الشعارات، يعني نتذكر قبل ما يوصلوا للحكم الاسلام هو الحل، بعد كده ما بقاش فيه شعار الاسلام هو الحل، رغم ان ده برضو شعار محطوط لبعض الناس تنخدع فيه. ازاي انخدع بعض فئات الشعب المصري وراء هذه الشعارات المزيفه، ودلوقتي حاله الوعي الموجوده في الشارع المصري؟ بص، الاخوان تنظيم صعب، يعني تنظيم هم اولا خلونا نعترف هو بيقدر ينجح، كان بيقدر ينجح في الانتخابات، وانا كاتب ده قبل يناير، يعني قبل يناير بكتير، وازعم اني كتبت حتى على السلم الايراني انك هتطلع السلم بالديمقراطيه، وبعد ده قبل يناير، قبل يناير بكتير، بعد ما تطلع السلم هتروح رامي السلم، واخد بالك؟ هو احنا وصلنا بالديمقراطيه بس مفيش ديمقراطيه بعد كده، وده اللي حصل. فالاخوان كان عندهم قدره رهيبه على التغلغل داخل وجدان الشعب المصري، زي ما حضرتك قلت بالدين، ان طول الوقت يقدم نفسه ان هو الراجل المتدين. انت لو حضرتك تفتكر ان مثلا كل المظاهرات اللي طلعت وقادها الاخوان في مصر في الفتره ممكن من الثمانينات لحد ممكن 2011 كانوا بيحرقوا العلم الامريكي والعلم الاسرائيلي في كل مظاهره. اول ما وصل رئيسهم للحكم كان بيكتب عزيزي بريز يعني وبيتعاملوا مع الامريكان، وكان مرسي يطلع يقول لك انا كنت بتفرج على صباح الخير يا مصر او صباح الخير جود مورنينج امريكا، يعني البرنامج اللي زيكم المطابق في امريكا، ويحسسك يعني ان هو ايه طالع. لا ان هو يعني كان الراجل الثقافه الامريكيه بالنسبه لهم يعني ناس. فكان حاجه غريبه جدا، هم بيستخدموا الدين، هما الاخوان عندهم كذا حاجه. حتى دايما انا كنت اراهن في الانتخابات البرلمانيه 2015 و2020 هم مش هينجحوا لكذا سبب. السبب الاول كان في بعض الناس خايفه ان هم يبقى ليهم تواجد. السبب الاول ان الاخوان كانوا بيستخدموا الدين، الاسلام شعار الاسلام هو الحل. فاذا ما وصلوا للسلطه، احنا مرسي قعد سنه ما بناش جامع بالمناسبه، يعني عشان الناس بس ما حدش يتكلم، ما شفناش مثلا، وده برضو مقال انا كنت كاتبه، الرئيس غير الزاهد، شفناش الراجل زاهد في حاجه او بتاع، بالعكس شفنا نماذج من مظاهر الاكل في القصر الرئاسي، كان كل حاجه عملها كما يجب ان يعني تتم، واكتر كمان. يعني اسمع لما كانوا بيروحوا يسافروا بره اوروبا يقولوا، كان عندهم عقده نقص برضه،
فين الفندق اللي كان بينزل فيه الرئيس مبارك؟ يقولوا له مثلا كذا، طب احنا ننزل فيه. طب غالي، لا احنا كده. فاول حاجه الدين، فاذا ما وصلوا للسلطه الناس اكتشفوا ان هم، غير بقى موضوع الكذب، غير موضوع القتل، غير يعني عملوا كل حاجه لكن ضد الدين. السنه دي كانت كاشفه بالنسبه للناس، كاشفه. الامر الثاني اللي كان بينجح الاخوان من وجهه نظري هو تقديم نفسهم كفصيل مظلوم على مدى اكتر من 80 سنه ومضطهد وغير ذلك وبتاع. لما وصلوا للحكم الافتراء كما يجب ان يكون، يعني النموذج الافتراء كما يجب، ده النموذج الثاني. والمصريين بطبعهم يعني بيتعاطفوا مع المظلومين يعني، وهم عرفوا يسوقوا هذا ويتاجروا بيه على مدى سنين بشكل كبير يعني. الامر الثالث من وجهه نظري ان الاخوان كان عندهم قدر من الجمعيات والخدمات اللي بيقدروا يقدموها للناس اللي الدوله غابت فيها. فيقدم بقى مستوصف، يقدم دروس، يقدم سكر ورز وزيت وبتاع، فده برضو اتمنع بعد كده. الامر الاولاني خلينا اقول في الدين، لازم برضو دايما، انا احب احيي الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف، لانه لو ما سيطرش على المساجد والزوايا، خلي بالك احنا كان عندنا خطاب في كل الصحف ضد الاخوان، لكن هم يجوا في الزوايا يوم الجمعه والمساجد في الخطبه يستخدموها في السياسه، يغسلوا كل اللي اتقال في التلفزيونات. فلما تمت السيطره وان المساجد اصبحت للدين فقط وليس لتنظيم سياسي او غير ذلك بجهد وزاره الاوقاف، فهم فقدوا الكثير. زي ما بقول لك، الامر اللي بعد كده كان عندهم الى حد ما تنظيم قوي، تنظيم سياسي تنظيمي قوي يعني، يعني يعني عندهم كوادر في كل حته بتقدر تضغط عليهم، رغم ان عددهم قليل يعني. انا مختلف مع الناس اللي بتتكلم على شعبيه الاخوان. الاخوان يا جماعه في النهايه لما نزل مرسي في الانتخابات 2012 في الانتخابات الاولى خد 5 مليون صوت، ده اقصى قوه للاخوان يعني، اقصى قوه. وكان منهم كمان ناس مش من الاخوان لكن متعاطفين، وناس يعني، فده كان اقصى. لكن هم في يعني في وقت قدروا ان هم يضحكوا على التيار المدني، قدروا يستخدموا التيار المدني والنخبه، اللي لسه كاتب مقال عن الجماعه الخائنه والنخبه الخائبه. النخبه اللي قاعده تصدر الاخوان ان هو فصيل سياسي وان هم كويسين وان هم نديهم فرصه وان هم، وما قروش جرائمهم في الخمسينات والستينات ويعني، وجرائمهم حتى في الدول الثانيه. ما فيش وطن، ما فيش دوله الاخوان فيها وعمرت. شوف نموذج حركه تونس، شوف نموذج ليبيا، شوف نموذج سوريا، مفيش دوله الاخوان فيها والدوله عمرت. دايما هم شوكه في ظهر الوطن لان هم عندهم اجنده مختلفه تماما. فكل ده حصل، الناس استوعبت في سنه، الحمد لله يعني من كرم ربنا علينا، الناس في سنه شافت كل الفيلم اللي الناس عماله تعمله بقى لها عشرات السنين، شافته في سنه مختلف تماما. فعشان كده الشعب المصري قرر باراده، وشفنا الموجه يعني الكبيره اللي حصلت من الناس، ممكن ده اكبر نزول ممكن في تاريخ مصر، الملايين يعني. احنا بنتكلم كمان عن يمكن بعد ما السنه دي يعني كانت فعلا كاشفه، ابتدت تظهر حركه زي تمرد عريضه بيمضي عليها المواطنين، وشفنا اقبال كبير جدا من المواطنين. انا ساعتها كنت لسه في الجامعه، وانا فاكره كنت اخد الحاجات واوديها لاهلي ونقعد وكلنا نقول لبعض عليها، لكن هي ظهرت الشراره بتاعتها الاولى من عندكم من جريده الوطن. احكي لنا عن اهتمامكم بتوصيل هذه الحركة لجموع الشعب المصري. بص، احنا في الوطن كان لينا حظ او لينا نصيب ان احنا نطلع قبل، في اثناء الانتخابات الرئاسية. احنا طلعنا 29 ابريل 2012، وكان في زخم سياسي كبير، وطبعا عشان الاخوان عارفيننا، عارفين هيئة التحرير وعارفين الكتاب اللي فيها، فكانوا واخدين مننا موقف من قبل ما نطلع. وطبعا لما طلعنا الموقف زاد، لان كان موقفنا واضح يعني. ازعم ان احنا كان خطينا ضد الاخوان واضح بشكل صريح من اول يوم. وهم ادركوا ده وعملوا علينا حملات تشويه رهيبه يعني. حرقوا مقر الوطن مرتين، اتحطينا على قوام الاغتيال، يعني عملوا حاجات كتير جدا. وحملات تشويه بقى، كان عندهم سوشيال ميديا ومواقع وجرايد يشتموا فينا يعني. لا، وكانوا مترصدين لحضرتك بالمرصاد يعني. فاكره انه كانوا بيشوفوك فين على قناه ايه، ويطلعوا يحاولوا يكذبوا اللي انت بتقوله. يعني طبعا هم كان، انا بيني وبينهم يعني تاريخ، زي ما بقول لك انا قبل يناير وانا اكتب عليهم ان هو
فصيل ظلامي يعني يعني فصيل مش فصيل سياسي. انا شفتهم في مجلس الشعب، انا كنت محارب برلماني، شفتهم في مجلس الشعب بيديروا الدنيا ازاي. كان عندهم الكلام ده انا كتبته، كان عندهم صفقات مع رجال اعمال، كان عندهم صفقات مع نظام طول الوقت، كان عندهم حسابات، ما عندهمش حاجه اسمها يعني زي ما الناس متخيله. وكانوا يروحوا يعني الناس كانت بتنتخبهم عشان هم ناس طيبين بيروحوا المسجد، لكن لما بييجوا الانتخابات بيمارسوا كل ابشع انواع السياسه من اول الابتزاز والخبط وصفقات، كل حاجه كانوا بيعملوها. طبعا نوعيه البلتاجي هدد المصريين كلهم كلهم كلهم. هو فصيل منغلق ما عندوش من جوه يعني. حتى انا فاكر عملوا مره انتخابات فمحدش شاف فينا حاجه. هم كان عندهم حاجه في الانتخابات يقول لك ان طالب الولايه لا يولى، فالكل مرشح والكل منتخب، يعني مفيش حد يرشح نفسه. هم يعني طب ازاي يا جماعه مفيش؟ وبعدين في النهايه اللي هم متفقين عليه هو اللي بيجي لهم بالتوجيه هو اللي بيعمل، لكن هم عايزين يبينوا للناس ان هم ديمقراطيين. طب ازاي ديمقراطيين وكل مرشح والكل منتخب؟ فالمهم احنا في الوطن من اول ما طلع التمرد كان معانا الدكتور محمود خليل، كان مستشار الوطن، وكان من اول الناس اللي لفت نظرنا لقصه التمرد. يا جماعه القصه دي هتبقى قصه يعني كبيره ولازم. وكان طبعا موجود الاستاذ مجدي جلاد رئيس التحرير والزملاء مديرين التحرير، وكان في يعني موقف واضح لتمرد. ومن اكثر الصحف اللي اتنشرت عن تمرد، وكان معانا زميلنا احمد غنيم كان هو اللي بيتابع تمرد، فدايما احمد ده حتى احيانا كنا بنجيب استمارات ونديها له يعني يعني نمضي استمارات من قرايبنا ونجيبها له يعمل. وانا حتى ليا وقع قبل الثوره باسبوع، كنت في بورسعيد، زرت بورسعيد، كنت انا واسرتي يعني رحنا كام يوم كده بورسعيد قبل اول الثوره يمكن ب 10 ايام. فاتبسطنا قوي، لان انا دايما اقول بورسعيد دي ترمومتر الوطنيه، يعني تقدري تاخدي منها المؤشر. دايما هم في المقدمه ناس، وكان ليهم دور كبير في الثوره. احنا فاكرين ايام ما رفضوا الاعتصام ورفضوا حاجات كتير. المهم فاول ما دخلنا بورسعيد اول حاجه لقيت تاكسي معلق صوره مرسي وعليها ارحل واكس وبتاع. فانبسطنا جدا ساعتها. كان الواحد برضو بكلم ناس في المحافظات بنستقرا قد ايه هينزلوا قد ايه هيجوا القاهره وقد ايه يعني في حاله رفض، بس ازاي الامور هتتنظم. فالمهم كلمني ساعتها، او انا كلمت بدر فرغلي الله يرحمه، ورحت قعدت معاه على عنده مقهى كده اسمه مقهى سماره هناك. فالمهم وكان معانا الاستاذ حمدي زميلنا من المصري اليوم، فروحنا. المهم رحنا قعدت معاه، فقعد يحكي لي، قال لي بص الناس هنا بتتزين كانه عيد. الولاد بيجيبوا اللبس وبتاع واحنا يعني طالعين. وبعدين قال لي انا عايز منك طلب، قلت له قال لي عايزك توصل استمارات تمرد، انا معايا مش عارف كام الف استمارات تمرد، عايزك توصلهم للقاهره. قلت له ماشي قوي قوي. قال لي قلت له مديهم لمين؟ قال لي الاستاذ سيد عبد العال. قلت له طب كويس، الاستاذ سيد عبد العال صديقي اودهم له. فالمهم خدتهم، حتى ساعتها العربيه ما كانش فيها بنزين، احنا يا دوبك كنا ايه يعني رحنا بالعربيه وحطيناها ما اتحركناش بيها عشان محافظين على الشويه دول نرجع بيها. فالاسره يقولوا لي طب يعني احنا دلوقتي معناش بنزين ومعانا استمارات تمرد ورجعنا سلمناه. المهم ان احنا في الوطن كان لينا موقف من تمرد، وكان لينا موقف معاهم يعني، وكنا ميدين ليهم لحد ما ربنا يعني بعتبرها يعني طبطبه من ربنا علينا او هديه من ربنا لينا، ان احنا يكلمني النائب الجميل الاخ العزيز محمد عبد العزيز. انا كنت برضو بتابعه على الفيس وقعد ابعت له على الماسنجر طمني عليك وبتاع، لان هم بصراحه كانوا بيطلعوا ينزلوا محافظات وبيروحوا حتت يعني كتيره جدا وبيتحركوا حركه كبيره. فالمهم قال لي كلمني يوم 2/7، قال لي احنا مش لاقيين مكان نعمل فيه مؤتمر صحفي، عايزين نعمل مؤتمر صحفي بكره عشان نحفز الناس ان هم يستمروا في الميادين، ما حدش يرجع. وعايزك تتدخل تشوف نعمل لنا في نقابه الصحفيين او نعمله فين وبتاع. قلت له طب ما تيجوا تعملوه في الوطن. عظيم. قال لي لا، قال لي يا ريت، بس افرض الاخوان هاجموكوا، ما احنا خلاص بقى بقينا كنا يعني مسجلين هجوم الاخوان حرق يعني المقره. فقلت له ننزل نعمله في الشارع ومعاك. فجانا محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين جونا وعملنا المؤتمر. ومن برضو من فضل ربنا وكرم ربنا علينا ان هم جالهم تليفون الحضور للقياده المشتركه وهم معانا، يعني هم قاعدين معانا جالهم تليفون، واحد صاحبهم كلمهم وقال لهم القياده المشتركه او وزاره الدفاع بيكلموكم مش عارفين يوصلوا لكم لان هم مش مسجلين ارقامكم.
وده برضو ينفي كل الكلام اللي اتقال حوالين ان كان في علاقه او بتاع او في دعم او كده. اه فصاحبهم كلمهم قال لهم يعني هيكلموكوا ردوا عليهم، خدوا الرقم ده كلموهم ردوا. فكلموهم وبعدين يعني برضو ما كانوش عارفين فين القياده المشتركه دي، واخد بالك؟ فقعدنا وصفنا لهم وراحوا وصلوا، وقعدنا بقى احنا مستنيين. احنا قعدنا الاخوان بقى يشتمونا، احنا طلعنا بالمؤتمر وكل الوكالات خدته وكل اللايفات وكلام كده، مثلا كان ممكن حوالي 12 واحده في الحدود دي. وبعدين قعدنا بقى نتشتم مثلا من واحده، ممكن مش فاكر البيان طلع 9 تقريبا بالليل، قعدنا نتشتم مثلا لحد الساعه 6 لما الناس خلاص كلها عرفت. قعدنا يعني كل التركيز على الوطن لحد ما طلع البيان بقى، فراحوا لكن الحمد لله ان احنا خالص ما لم يتاخون الوطن، اشتغلوا شتيمه في مصر كلها. ايوه لم يتاخون الوطن. لا لا احنا كان عندنا عدد من الحاجات اللطيفه عندنا، عندما يتاخون الوطن يعني كنا بنتنقور، كان الوطن اذا تاخون، الوطن اذا تاخون كان نوع من السخريه. فكنا مركبين دقون وطالعين نسخر، طب احنا لو احنا بقينا اخوان هنكتب ايه؟ وانا فاكر برضو كان في برنامج لطيف للفنان الكبير هاني رمزي، طلعت معاه كان بيعمله على قناه عربيه. فالمهم كان البرنامج كان مستضيفني، فكان المفروض انت بتاخد له حاجه معاك، فاخدت له شخليله. فقال لي دي ايه؟ قلت له دي للاخوان، عايزيننا نقعد نعملها، نقعد طول النهار نسقف لهم ونعمل لهم شخليله وبتاع. فكان مواقف طبعا الواحد دلوقتي بيحكيها بأريحية، لكن كانت مواقف صعبه. يعني تخيل انت وكانوا في رابعه دائما الشتيمه للوطن. لما حتى يعني نجحت الثوره الحمد لله بكرم ربنا، الاخوان كانوا دايما بيعدوا من مقر الوطن، يقفوا تحت يوم الجمعه ده بعد الصلاه يشتموا فينا ويكتبوا تحت حاجات يشتمونا، وكنا بنشوف ضرب نار، كنا بنشوف لا مواقف. يعني احنا عشنا ايام صعبه مع هذا الفصيل الارهابي الخائن. يعني طيب مع كل هذه المواقف الصعبه اللي مريتوا بيها تحديدا في الوطن، رد فعلكم بقى بعد البيان، احساسكم بعد البيان؟ بص يعني فرحه كبيره. يعني خلي بالك انا برضو فاكر في الوقت ده الواحد كانت مثلا جورنان وانزل اروح مثلا يستضيفوني في برنامج وارجع تاني وبتاع، وبعدين فرحه كبيره وترقب، وبرضو يعني خوف على المستقبل، لان ده فصيل يا جماعه اللي حصل في ثورة 3 يوليو او في ثورة 30 يونيو، ده مش سهل. الناس اللي مقتنعه ان ده سهل، لا مش سهل. انت 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 ساعتها امريكا ما كانت يعني كانت مؤيده الاخوان، كان المجتمع الدولي. انا فاكر ان احنا يعني انا شخصيا سافرت بعد 3 يوليو كذا دوله اوروبيه وبتاع، كان لا كان في رفض كبير. وكل الناس اللي بتتكلم على الاعلام، كل الناس اللي كانت مسافره بره، انا اعرف حد يعني شخصية مصرية عظيمة يقول لي أنا كنت بتابع الإعلام الدولي، أسمع حاجات، أكلم أهلي، أسمع حاجات تانية خالص. بقيت يعني يعني أهلي أكلمهم أنتوا فين، إحنا في الميادين، في قد إيه ملايين، أسمع الإعلام الدولي بيحكي في قصة تانية خالص. فحصلت عملية تضليل، وحصلت عملية أنت يعني 30 يونيو إرادة مصرية خالصة، مش عايز أقول ضد الإخوان، ضد الإخوان وضد كثير من دول العالم اللي الاخوان حاولوا يسوقوا لهم ان ده انقلاب عسكري مش اراده شعبيه. والاخوان كانوا الى حد ما نافذين في مصادر في الصحف بشكل او باخر، وبيعرفوا يضغطوا، يبعتوا ايميلات ويبعتوا يعني عندهم طرقهم في كده. احنا يمكن عايزين نتكلم اكتر عن كذب الاخوان. صرفوا فلوس كتيره جدا عشان يوروا العالم كله انه في مظاهرات مضاده، وفي الحقيقه ما كانش في ده موجود تماما. وبرغم ده كان في وعي كبير قوي لدى الشعب المصري، فعايزين نعرف اسباب ده ايه، والوعي ده كان عند المصريين ليه. لكن هنروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل مع حضرتك دكتور محمود مسلم، رئيس مجلس اداره مؤسسه الوطن ورئيس لجنه الثقافه والاعلام والسياحه بمجلس الشيوخ. خليكم معنا مشاهدينا، نرجع بعد الفاصل.
لسه بنحتفل مع حضراتكم بالذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو مع الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ. يا دكتور أهلا بيك مرة تانية. أهلا بيكو. أهلا بيكو. يا أهلا بيكو. كنا قبل الفاصل بحضرتك بتتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي تغطية الإعلام الأجنبي لثورة 30 يونيو. إزاي قدر الإعلام المصري في هذا التوقيت أنه يوضح حقيقة الأمر سواء في الداخل أو في الخارج ويتصدى لكل هذه المحاولات؟ بص يعني خلينا نقول برضو نحط الامور في حجمها الطبيعي، لان انا مش مع بعض الناس اللي بيقول لك ان الاعلام المصري قام بالثوره. الاعلام المصري ما قامش بالثوره، الاعلام المصري يحسب له وسيكتب له التاريخ ان هو قدر يعبر بشجاعه عن غضب المصريين في الفتره دي. يعني مع ان كم الارهاب وكم التهديدات وكم الوعيد وكم اللي يتحمله الاعلام في الفتره دي او الاعلاميين او الصحفيين كان كم كبير، يعني لا تتخيل. انت طول الوقت مطارد، طول الوقت بتشتم، طول الوقت بتتهان، طول الوقت خايف، طول الوقت خسروا مدينه الانتاج الاعلامي. لا كانوا والتلفزيون يعني وكانوا مجرمين. ما هم يعني في النهايه ما قتلوا الحسيني ابو ضيف الله يرحمه. الله يرحمه. ف وما كانش عندهم وازع. دي من الحاجات برضو اللي احنا بنفخر بيها في الوطن. احنا زمايلنا في الوطن سجلوا لحظات الاتحاديه والفيديوهات بتاعتهم اتخذت في المحاكمة، وبعد كده كل الأفلام اللي حصلت على 30 يونيو الفيديوهات دي كانت مصدر. احنا جبنا أمينة والسفير يحيى وكل الناس اللي كانوا بيعذبوهم دول بيعذبوهم تعذيب يعني صعب، فيعني حاجة بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن الإنسانية حتى. فالإعلام قام بدور في ان هو يعبر بشجاعه عن مطالب المصريين. يعني لو الاعلام تغافل ربنا يعلم. يعني حتى انا فاكر صحيح. ساعتها لما كانوا يطلع يقول لك الاعلام عامل حمله على الاخوان او كده وبتاع، فيا جماعه طب اقول لهم طب احنا مثلا كنا بنطلع نقول الكهرباء مقطوعه، لو الكهرباء لو الكهرباء موجوده الناس هتصدق؟ لو انا دلوقتي الكهرباء موجوده، لو طلعت دلوقتي قلت حد طلع قال لك الكهرباء مش موجوده محدش هيصدقه. البنزين يعني احنا انا بقول لك انا شخصيا يوم ما كنت راجع من بورسعيد وغيرها كنت بعاني مش لاقي بنزين. يعني وتعدي على البنزينات لا مقفوله لا طوابير بالبتاع. طب يعني في منطق الواقع اللي كان موجود في الشارع. والراجل ما بيعملش حاجه غير انه بيكذب. يعني الراجل عمال بيحل كل مشاكله بالكذب. والكذب ده يعني سمه صعبة، لأن اللي بيكذب يعني اللي بيكذب ده يقتل ويخون ويعمل أي حاجة. لأن الكذب يعني حتى لما طلع مثلا في الخطاب بتاعه الشهير وبيحكي على أن مشكلة الكهرباء في 20 جنيه اللي بياخدها الرواد اللي مش عارف إيه العامل، فتفهم أن مفيش حل للمشكلة. يعني هنيجي السنة الجاية مفيش حل، لأن خلاص إحنا اختزلناها في كلام أهبل. السكينة والكلام ده استهدافه لأسماء معينة حتى. يعني انا برضو فاكر ان انا في زي اليومين دول برضو من 10 سنين كده كتبت على الفيسبوك ان اكبر داعم للتمرد هو مرسي نفسه. يعني الراجل كل ما بيتكلم او بياخد قرار الناس بتزداد غضب، لانه اكبر داعم للتمرد هو اكبر داعم للتمرد. فكانت عمليه كانت ايام صعبه. الاعلام زي ما بقول لك لعب دور، وانا اشعر ان في الفتره دي ممكن وبعدها بسنتين كمان كان في نوع من الامتنان من الشعب المصري كنا نشعر به في الشارع. يعني الناس لما تقابلك عندهم نوع من الامتنان ان الاعلام لعب دور مهم، مش قام بالثوره، لعب دور في التعبير بشجاعه عن غضب المصريين. صحيح. وكان في استهداف كمان تحديدا لتلفزيون الدوله الرسمي، وكان في تدخلات كتيره جدا في حاجات كتيره في التلفزيون. يعني انا اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها ان صلاح عبد المقصود ده يمسك وزير اعلام. صلاح ولا صحفي بارع ولا اي كادر بارع ولا يعني هو راجل نقابي بس، لكن يعني ما عندوش اي فكره عن اي حاجه. فما كنتش متخيل. هي فكره، ودي برضو القصه ان الثوره خلت مصر المصريين. هو كانت الاخوان هي مصر الاخوان. يعني انا فاكر لا كانوا بيعملوا حاجات وكان البلد بلدهم وكانهم قاعدين، وده الكلام اللي قالوه، قاعدين 500 سنه وقاعدين 200 سنه بتجبر غير طبيعي. يعني وبعدين انا بقول لك انا كنت بغطي مجلس الشعب في الفتره ما قبل 2011، وكنت اعرف معظمهم. يعني معظم الكوادر اللي انت شايفها نعرف. لا هم تغيروا حتى على المستوى يعني تغيروا تماما. وبعدين حتى مثلا النواب اللي هم كانوا معاهم مستقلين، كانوا هم بيلموا على النواب المستقلين،
بعد وهم قعدوا مشوا مراحل. اول ما وصلوا اختلفوا مع كل الناس. يعني لما راحوا فورمنت وضحكوا على النخبه الخايبه وقالوا لهم احنا كويسين وبتاع وبس وقفوا معانا وضد شفيق وبتاع والكلام اللهبل ده، والتانيين راحوا ايدوهم، واول ما وصلوا باعوهم. ده كانوا واعدين زي ما حضرتك قلت المتغطي بالاخوان عريان، طبعا لان هم ما لهمش عهد ولا ليهم وعد. انا كاتب مره مقال برضو في الايام الاخوان، الضحك على الدقون، قلت لهم اوعوا تفتكروا ان هم بيضحكوا على التيارات المدنيه بس عشان معاهم ده، حتى على الجماعه الاسلاميه وحزب النور وكل الكلام ده الاخوان ضحكوا عليهم وعدوهم بمناصب معينه ما ادالهمش، وعدوهم في مجلس الشورى ما ادوهمش، وعدوهم مش عارف ايه. هم يعني ودي سمه بعيد، المفروض تبقى سمه بعيده عن الراجل المتدين، يعني ان هو يوعد ويخلف يعني. عشان كده شفنا في الوقت ده انه كبار رموز الدوله التفت حوالين اهداف موحده وهو تعديل المسار، والتفت حوالين فريق اول عبد الفتاح السيسي انذاك. شفت ازاي اجتماع مؤسسات الدوله المختلفه او كبار الرموز وراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي في البيان؟ بصي خليني اقول ان ده من الاجتماعات اللي انا لما شفتها انبسطت جدا، لانه في درجه من الاختيار والكفاءه في اداره المشهد، درجه يعني كبيره جدا. انت جايب كل رموز العمل وجايبهم وبتتناقش معاهم، ومش ما كانش فيه وفقا لشباب تمرد، ما كانش فيه مش بيان رايحين يصوتوا عليه، لا ده مناقشات اسفرت عن هذا البيان. وحتى تم دعوه سعد الكتتني في انذاك رئيس حزب دعوه وما راحش، وكان في حزب النور عشان الناس ما تقولش ان هو كان ضد الاسلام، كان في البابا توادرس، كان في الدكتور احمد الطيب، كان في رئيس المجلس الاعلى للقضاء، كان في قيادات القوات المسلحه، كان في شباب تمرد، كان في جبهه الانقاذ ممثل ليها الدكتور بلدي، فكل الاطياف موجوده وكل الناس اجمعت. الاخوان يا عيني كانوا مش مصدقين ولا يعني مستعبطين ولا تفهمهمش، يعني انت شايف كل دول وبرضه طالع تكذب وطالع تنكر. يعني انا فاكر شفت لهم تصريحات قبل الثوره بايام بسيطه، فكان يقول لك ان الثوره دي مش هتخرج خارج الشاشات، خارج مدينه الانتاج الاعلامي. يا سيدي خارج، يعني كان انا خلي بالك الثوره دي كان يوم الاحد، يوم الجمعة كان في التحرير في أعداد كبيرة جدا، ملايين، تدل على إن في يوم الحد هيبقى أكبر من كده. أنا فاكر الميدان اتملى، احنا شايفين يمكن الميدان اتملى الظهر يوم الحد. خد بالك أنا كاتب ساعتها باي باي مرسي، يعني خلاص الدنيا واضحة تماما، انتهى صح، وهم مش قادرين يصدقوا. لدرجة إن بعد خطابه الأولاني كتبت على الفيسبوك برضو، فاخشيناهم فهم لا يبصرون، هم يعني عيني مش شايفين، او هم خلاص مرهنين وقاعدين بره بحاجات فمش قدامهم. وخلينا نفتكر برضو وحضرتك بتتكلم على الاعلام الدولي، الموضوع اللي عملته جاردين، يعني جاردين واخده حوار خاص من مرسي يوم 30/6، والحوار الخاص احنا كلنا فاهمين ما بيتاخدش الا لحد قريب منك، يعني في موقف زي ده، لان ده سبق فظيع. تاني يوم كتبه على لسان مساعد رئيس جمهورية رفض ذكر اسمه، وغالبا عصام الحداد، أن الجيش لن يستطيع أن يتحرك لأن الجيش مرتبط بأمريكا وأمريكا لا توافق على عزل مرسي. كده حتى أنا كتبت ساعتها مقال في معنى الخيانة العظمى، ما كانش ده خيانة عظمى، يعني بص هي رهاناتهم بيها كمان، هي دي رهاناتهم، هي دي رهاناتهم أن الجيش مش هيتحرك لأن أمريكا مساعداهم. فدول ولا درسوا جيش، هم يعني ليسوا من النسيج المصري، يعني عشان كده ما تألفوش مع المصريين، مع هويت هم طول الوقت كده، تحس ان هم لوحدهم فعلا، فهم بس يضحكوا على المصريين، لكن ما اندمجوش فيهم. يعني ازاي الجيش، يعني الجيش يسمع كلام امريكا ومش يسمع كلام الشعب؟ طب يقعد ازاي؟ يعني في منطق يقول كده؟ طيب ازاي اثبتت هذه الثوره قدرة الشعب المصري على تقديم مصر، طبعا بعد التفاف الشعب حول القيادة الموجودة في هذا التوقيت، قدرة الشعب المصري على إعادة مصر إلى مكانتها العربية كقائد عربي وكقائد إقليمي وكقائد أيضا أفريقي، ويتم التنسيق معها دائما في الأحداث المتعلقة بقضايا المنطقة مع الأطراف الدولية؟ بس خلي بالك الموضوع العزلة الدولية دي خدت يمكن سنة أو أكثر، وأنا فاكر أن مثلا
الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول سنه لما راح نيويورك في الامم المتحده كان بيدافع عن الثوره المصريه وعن موقف المصريين وعن حق المصريين. احنا قعدنا ده سنه او سنتين، لكن بعديها اللي حصل ان كلمه الرئيس لو حد يعمل تحليل مضمون برضو في اليو ان او في الامم المتحده كان هيكتشف ان هو خلاص ما بقناش نتكلم على الوضع في مصر. مصر بقى بتتكلم على الوضع في سوريا، الوضع في اليمن، بعد كده ليبيا، يعني وضحنا الصوره، بقى لينا دور ولينا تاثير. وخلينا دايما، انا اتذكر ان مثلا الخليج كان مع فكره الحل العسكري في سوريا، ومصر كانت من بدري، الرئيس السيسي من بدري كان يتحدث عن الحل السياسي ويتحدث عن الإرادة الشعبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة. احنا عدى سنين، احنا الرئيس السيسي بيتكلم في الموضوع ده من بدري، عدى سنين ودلوقتي كل الناس بتتكلم عن الحل السياسي، محدش خلاص الحل العسكري ده ما كانش. تخيل بقى لو كان الحل العسكري ده اتنفذ ساعتها كان زمان صحيح. سوريا برضو يعني وضعها امنيا يعني أسوأ من الوضع الحالي اللي موجود. فانا لسه برضو راجع من العراق، يعني الوضع برضو يعني في تحسن وفي، لكن الوضع صعب. الناس لو تشوف البلاد دي، بعض الناس يقول لك انت كل شويه هتقعدوا تقولوا سوريا والعراق، يا سيدي مش نماذج موجوده. صحيح، مش نماذج كانت بتحلم. مش نماذج كانت بتحلم والناس بعولهم الوهم ان هو ده التغيير وهو ده الإرادة وهو ده يعني هل هم وصلوا للي هم عايزينه؟ هل وصلوا للهدف اللي كانت الناس بتبعه لهم؟ ما وصلوش. ما ده برضو اللي كان بيتقال في يناير وما بعد يناير، ان انتوا خلي بالكوا انتوا هنبقى مش الإخوان باعوا وهم النهضة للناس، فهم متخصصين في بيع الوهم يعني. لكن ما حصلش حاجه. ما في حاجات يا جماعه على الارض بتتشاف. يعني واحد عايز يديني مشروع نهضه ومش عارف يحل مشكله الكهرباء، مش عارف يحل مشكله البنزين، مفيش مشكله تصدى ليها وحلها، وكل اموره مؤامرات وخزعبلات ومفيش حاجه ممسوكه. حضرتك يعني يمكن تقدمت بمقترح يلزم بعدم التعامل مع الاخوان، تقدمت بالمقترح ده في الحوار الوطني. هل اصلا يعني هم بيفكروا تقوم لهم قومة مرة تانية؟ هم شايفين ان ممكن يحصل ده مرة تانية؟ بس الاخوان مش هيبطلوا، لان هم كمان عندهم تمويل دولي وعندهم اجندة دولية، فمش هيبطلوا. ما بقاش عندهم حاجة كمان يراهنوا عليها، فمش هيبطلوا. هم الفرصة التاريخية اللي جات لهم لما دعاهم الفريق اول وقتها في تحسيس لحضور الاجتماعات وما حضروش وما جوش، وبعد كده بدأوا الارهاب، موجة الارهاب اللي احنا عارفينه، فما بقاش عندهم حاجة يخافوا عليها. لكن هم كل هدفهم دلوقتي ان هم يدمروا البلد. احنا شفناهم ايام الكورونا كانوا بيدعوا الناس يقولوا لهم انزلوا، يعني يعدوا الناس، امشوا وسط الناس ويعدوا الناس، يعني ناس فقدوا انسانيتهم حتى، يعني هم فقدوا اخلاقهم وفقدوا حاجات كتير. لكن فالاخوان مش هيبطلوا، وبالتالي هم طول الوقت عمالين يعني مؤامرات واشاعات وعبث وبيحاولوا يتواصلوا مع القوى السياسيه في مصر، فلازم كمان القوى السياسيه تنتبه. الاخوان يا جماعه مش فصيل سياسي مرفوض، الاخوان فصيل ارهابي، لازم تتعامل معاه على هذا النهج. ما تقعدش بقى تقول انا بتواصل معاه. تتواصل معاه ايه؟ انت بتتواصل مع ارهابيين؟ يعني بتتواصل مع ارهابيين؟ هل انت مش نزلت في 30 يونيو؟ مش كل القوى السياسيه دي نزلت في 30 يونيو عشان ترفض الاخوان؟ انت دلوقتي وبعد 30 يونيو بقى الحاجات اللي حصل، طب انت دلوقتي بترجع ليه تاني؟ صحيح، تتواصل معاه وبعدين يرجع الناس الشباب يتواصلوا، يتقبض عليهم بتهمة التواصل مع تنظيم محظور، يرجع نقول لك عايزين عفو. انا بقى في الدوامة دي لامتى؟ طب ما خلاص يا جماعة نعمل ميثاق شرف ان ما فيش تواصل مع الاخوان. هو الاخوان او حد لسه دلوقتي بيتكلم على ان الاخوان فصيل سياسي معارض؟ لا، الاخوان فصيل ارهابي خائن. عايز تبقى معايا يا سيدي؟ خلاص يبقى معايا بقى، تحمل، ما تجيش بقى كل شوية نقعد نعيد ونزيد. فنفسي حتى الحوار الوطني يدرس هذا الامر، ان يبقى في توافق حوالين ان مفيش تواصل مع الاخوان. صحيح. لما يجي بقى حد يتواصل مع الاخوان ويتحبس، محدش بقى يقعد يقول لنا مش هنعيش حياتنا كلها نعمل عفو وبتاع، يعني ما هو ده ملف يعني الحمد لله مشي واللجنه ماشيه. طيب. وناس كتيره طلعت والحمد لله وكله، لكن اعتقد وكي. كمان يا دكتور محمود، بس مش هنعيش حياتنا كلها كده. حقيقة. في حاله كبيره من الوعي دلوقتي عند الناس، ودي ظاهره بكل تاكيد، لانهم خلاص لفظوا هذه الجماعه من اللي شافوه خلال هذا العام، لانه كان عام صعب جدا على كل الناس.
دلوقتي حاله الوعي اللي موجوده على الناس حضرتك شايفها ازاي واهميتها؟ وسؤال مهم جدا، ماذا لو لم تنجح هذه الثوره؟ لو لم تنجح هذه الثوره كان زماننا كلنا في السجون، كان زمان مصر دلوقتي رجعت لعصر اللمبه الجاز وال وحتى ما اعتقدش الكشافات. كان زمان القرار بيطلع من دول تانية ما بيطلعش من مصر. يعني الاستقلال مصر ده كان هيبقى وهم، كان القرار هيطلع من دول تانية، واحنا الموضوع ده عندنا حساس جدا. السيدات نشوفهم قاعدين في البيوت بقى، واي حد يتكلم بقى يعني كم الناس اللي كانت بتفكر تهاجر في الوقت ده كان كبير جدا، وخاصه الاخوه الاقباط والمسلمين ايضا، لان كان ما كانش فيه حريات، ما كانش هيبقى فيه تنميه، ما بيعتمدوش على الكفاءه، بيختاروا اللي هو تبع حقيقة. الجماعه ما بيعتمدش على الكفاءه، ما شفناش كفاءه نادره منهم في اي مجال. وكان زماننا عمالين بقى نسمع خطابات الدجل والشعوذه، والحق المؤامره، والحق الواد اللي قفل السكينه، والحق ال 20 جنيه، والحق ال 80 جنيه، والحق مش عارفين، يعني كلام يعني من ضمن الحاجات اللي كانت تسر هذا الفصيل يعني، والله غريب جدا. الفصيل ده اللي كان قبل يناير كانوا يتحدثوا على ان الرئيس مبارك هو اب لكل المصريين، ودي تصريحات رسميه موجوده، وكانوا ما بينزلوش ضد في الدوائر اللي فيها قيادات النظام، يعني مثلا الدكتور سرور مثلا، ما كانوش بينزلوا يعني ضدهم في الانتخابات. فييجوا بعد الانتخابات، انا شفت حوار لمرسي مع مدى اديب تقريبا في سي بي سي، فبيجيب له صوره مبارك، قال له الى مزبله التاريخ. يا عم انت جايب الشجاعه دي منين؟ يعني انت ما كنتش تاريخك معروف قبليها بكام شهر، ما كنتش بتقول كده. انت كنت الاخوان ما نزلوش ثوره 11 يوم 28 صحيح. وانا قابلت واحد اخواني، شاب اخواني، يوميها في شارع القصر العيني بالليل، سالته انتوا نزلتوا؟ قال لي احنا عندنا تعليمات ننزل فرادة، ما ننزلش بتاع، وما نرفعش شعارات دينيه، وننزل فرادة، اللي عايز ينزل ينزل، لكن ما ننزلش بتوجه. مستنيين نشوف الدنيا رايحه فين. حتى الدكتور سعد الدين ابراهيم كنت عملت مره معاه حوار، فكان بيقول الامريكان كانوا بيتابعوا من ضمن طبيعتهم ان الشعارات بتاعت الثوره شعارات دينيه وشعارات فيها ضد اسرائيل ولا ضد ايه ولا بتاع، كانوا عايزين يعملوا الامريكان يعملوا تحليل للشعارات. فتحس ان الامور يعني ايه بقى، كان فيها توافق يعني. دكتور محمود، انا قبل ما نختم حلقتنا النهارده عايزه اسالك سؤال سريع جدا جدا، بعد 10 سنين لو هتلخص اليوم ده لبنت حضرتك هتقول لها ايه؟ قال لها مصر فاقت، مصر انتصرت. مصر، الشعب المصري شعب عظيم، ده من يعني من اجمل الايام على الشعب المصري. ولو ما كانش اليوم ده يعني الله اعلم، يعني هم الحمد لله ان هم كانوا صغيرين بس نزلوا يعني فشافوا اليوم ده. الحمد لله الحمد لله، كانت ايام صعبه طبعا، ايام صعبه مرينا بيها. يوم 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 والله، يعني مجرد ان انا بس وانا جاي كده ومعتصم كان بياكد عليا، والواحد عمال يفتكر الذكريات، فالواحد بينتعش يعني، بتحس ان في وجبه وطنيه، في دفعه شحنه وطنيه كبيره، لمجرد ان الواحد بيفتكر الذكريات حتى بما فيها مساوئها من الاخوان. احنا ما كناش عارفين نعيش، احنا البلد ما فيش. انا مره رحت ناحيه سميره ميس كده، الدنيا ضلمه وسوده، وتقريبا كنت رايح ازور واحد صاحبي، تقريبا كان هو الوحيد اللي نازل في الفندق يعني نشكرك كاتب الصحفي دكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ. شكرا لوجود حضرتك معانا، أستاذ كبير. وجودك يعني أكيد زودنا معرفة بحاجات كثيرة قوي، افتكرنا مع حضرتك أحداث هذا اليوم العظيم اللي مصر تخلصت فيه من هذه الجماعة الإرهابية. شكرا لك مرة ثانية. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.